مهرجان بوتلميت الثقافي، هذه الندوة التي بعنوان بوتلميت النشأة والتشكل. هذه الندوة كما حدثكم الدكتور الشيخ سيتحدث لنا فيها ويشفي لنا فيها القليل إن شاء الله فضيلة العلامة فضيلة الشيخ إبراهيم اليوسف المفتي، بعدها سيعقب إن شاء الله الأساتذة والحضور معنا إن شاء الله تعالى. أحيل الكلمة باسمكم جميعا إلى فضيلة الشيخ إبراهيم اليوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عنوان هذه الكلمة هو حسب ما اقترح الإخوة أبو تلميت النشأة والتشكل. أود بداءة بدء أن أنبه إلى أن الحديث عن نشأة هذه البلدة لا يمكن أن ينفك بحال من الأحوال عن الحديث عن مؤسسها ومنشئها الشيخ الشدي الكبير رحمه الله تعالى. لذلك سوف نقتطف من رياضه المونقة بعض الأزاهير المخضلة الزاهية، وننتشق من غياضه الملتفة أريجا من الفوائح العبقة الشاذية في إلماعة مقتضبة لا تخل ولا تمل. كما أننا في هذا المقام بحسب ما يفرضه علينا العنوان لن نعدو حدود النشأة والتشكل خلال الأربعين سنة الأولى من عمر هذه البلدة التي أتى عليها الآن 200 سنة إلا 3 أعوام. وبعبارة أخرى لن نتجاوز ذلك العصر الذي كان ظرفا لنشأة هذه المدينة ورفع قواعد العمران ومقومات الحياة فيها، حيث بدأت معالمها تتشكل شيئا فشيئا تاركين المسار التاريخي لمن سيتكلمون في الحلقات القادمة عن الحقب اللاحقة وما تخللها من أحداث كنازلة الاستعمار وكظهور المدارس النظامية في المعهد الإسلامي في الاستقلال الوطني في تأثيرات ظاهرة الجفاف المدمر الذي ضرب البلاد في مطلع السبعينيات، ثم مرور طريق الأمل بين النجدين المطلين على المدينة وما شهدته هذه المنطقة جراء ذلك كله من تطورات وتغيرات انجسام خلال كل هذه الآماد المذكورة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية. فنحن محكومون بمدلول العنوان النشأة والتشكل، لذلك سيظهر الربط جليا من خلال هذا العرض الموجز بين نشأة المدينة وتشكلها وبين حياة الشيخ سيدية ونظام الحضرة الذي تميز به في هذا الإقليم، لأن أي حديث عن أولية هذه المدينة لا معنى له إلا أن يتوخى فيه هذا المسلك بالذات. ولن يكون من شأننا الاستكثار من التفاصيل والغرق في الجزئيات وذكر الأسماء إلا ما دعت إليه الضرورات المنهجية من ذلك. المحور الأول، ولد الشيخ سيدي بضاحية هذه البلدة أبي تلميت من أبوين كريمين صالحين هما المختار بن الهيبة وأم المؤمنين بنت أشفق عبيد الانتشائيان الأبياريان، وكان ذلك حسب أكثر المؤرخين عام 90 و100 ألف للهجرة، وهو العام الذي وقعت فيه وقعة المارفق، وفي ذلك يقول بعضهم فوقعة المارفق عام يشفق ولد فيها العالم المحقق الشيخ سيدي إمام المغرب جميعه من عجم وعربي. وذكر الأستاذ العلامة محمد بن مولود بن داده أنه ولد 76 و800 ألف للميلاد، في حين ذكر بعض الفرنسيين أنه ولد عام 80 و700 ألف للميلاد، أنه ولد عام 80 و800 ألف للميلاد. درس الشيخ سيدي القرآن الكريم على خاله العالم الفاضل سيدي بن الفقيه عبيد سيدي بن أشفق عبيد، وكان سيدي هذا من العلماء والنحاة الذين تخرجوا بالعلامة المختار بن بون الجكني، ومن المشاركين في وضع طرته الشهيرة على ألفية بن مالك. ويتوقع حسب العادة أن يكون أخذ عنه أو عن غيره من أهل بيته بعض المتون التي تدرس للناشئة في بدايات الطلب،
وما لبث الشيخ أن غادر بيئته الخاصة إلى قبيلة تيمرقيون، وهي قبيلة فاضلة من قبائل الزوايا مجاورة لمنطقته ابتغاء التفرغ للتحصيل إثر نصيحة قدمها له أحد أكابر عشيرته. ولا يمكن تحديد سنه يومئذ، إلا أنه يمكن الزعم أنه في حدود 15 من عمره على وجه التقريب، والله أعلم. فمكث فيهم 4 سنوات أتقن خلالها دراسة القرآن رسما وضبطا وتجويدا بمقرأ الإمام نافع المدني من رواية ورش وقالوا عنه، وقد تولى تدريسه القرآن في هذه المرحلة ومنحه الإجازة فيه شيخه الطالب الأمين بن الطالب المختار، الذي يروى أن القرآن الكريم كان يكتب كاملا يوميا في محضرته موزعا بين الألواح من كثرة طلابه. ثم انتقل الشيخ إلى العلامة حرمة بن عبد الجليل العلوي، فأخذ عنه علوم العربية نحوا وصرفا ولغة وبلاغة، كما أخذ عنه العقيدة الأشعرية والمنطق. وقد رأيت قديما ما يفيد أنه أخذ عنه القراءات 7، وأن حرمة رحمه الله تعالى كان قد أخذ الإجازة فيها من مدينة الشقيط، لكن هذه المعلومة تحتاج إلى مزيد تحقيق وتدقيق. وعلى كل حال، فالذي لا شك فيه أن الشيخ سيدية بلغ القمة في علوم المقرأ كما سيتضح فيما بعد من خلال مؤلفاته وفتاواه في هذا المجال. ولم يرحل الشيخ سيدية من عند العلامة حرمة إلا بعد أن أربى على الغاية في إتقان علوم العربية كلها، فكان يقول إنه أحس كأنها أصبحت له جبلة وشنشنة راسخة. وفي درسه للنحو والصرف عند هذا الشيخ وجدناه يقول ثمة كتاب المساعد لابن عقيل على تسهيل الفوائد لابن مالك، وقد كان يحفظ التسهيل عن ظهر قلب. ولما فرغ من نسخه واستنساخ بعضه كتب في خاتمته بيده ما لفظه، فرغ من كتابة هذا الجزء منه بعون الجلال يوم السبت 13 بقيت من شوال عام 1200 كاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده، سيدي ابن المختار بن الهيبة بن أحمد دولة الانتشائي ثم الأبياري، كان الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وليا ونصيرا آمين. هذا موجود بخط الشيخ في خاتمة المساعد على التسهيل. وكانت مدة إقامته عند حرمة 13 سنة، كان فيها الطالب النهم المشمر عن سعيد الجد والتحصيل، والشاب الذي نشأ في طاعة الله حيث لم يعلم أنه ارتكب خلاف الأولى فضلا عن المكروه، وكان فيها التلميذ المهذب المؤدب الذي يحرص على مكارم الأخلاق ومعالي الشيم ويخلص في خدمة شيخه وإعانته في تلك البيئة القاسية. وقد ختم هذه المرحلة بقصيدته البائية الشهيرة التي وجه فيها النصح لإخوانه من طلبة العلم، يحثهم فيها على الاجتهاد في طلب العلم والانقطاع له، ويحضهم على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق والطموح إلى معالي الأمور. وأولها: يا معشر الإخوان، دعوة نادبي إلى الحق والمعروف ليس بكاذبي. ثم إن شيخه العلامة حرمة أذن له في الانصراف بعد أن شهد له بإتقان العربية، فشد الرحال إلى العلامة الفقيه حبيب الله بن القاضي الإيجيبي، فقرأ عليه مختصر خليل وقواعد المذهب خلال 4 سنوات، فأتقن الفقه ومتعلقاته عليه وعلى ابنه العلامة محمد محمود أيما إتقان. ومن الجدير بالملاحظة أنه لا بد أن يكون قد درس متونا فقهية أخرى على شيخه حرمة، وربما يكون من بينها مختصر خليل، إلا أنه أراد أن يدرسه في محضرة حبيب الله المتخصصة فيه وفي متون الفقه المالكي عموما، إذ يستبعد أن يكون اقتصر على علوم العربية والعقيدة والمنطق طوال هذه المدة عند شيخه حرمة الذي كان عالما متفننا وإن غلبت عليه العربية. كما أنه من المستبعد جدا أو المستحيل أن لا يكون قد درس الفقه وقد تجاوز 30 من عمره، بل الذي تطمئن إليه النفس أنه أراد في محضرة حبيب الله دراسة الفقه تخصصا وتوسعا وتفرغا
بعد أن استكمل دراسة سائر العلوم. كما أنه ينبغي أن يعلم أنه كان يحضر دروس شيخه في كل الفنون ويشهد حلقاته المختلفة التي يدرس فيها طلابا آخرين من مستويات مختلفة. فهكذا حال الطلبة الحراص على العلم والتحصيل في كل زمان ومكان الذين يعد صاحبنا في طليعتهم. ومن منطقة البراكنة طلق شيخ سيدية إلى مدينة تشيت التاريخية في أقاصي أرض تقانت، حيث لبث سنة كاملة يطالع الكتب ويؤلف الشروح في خزانة آل عبد المؤمن الشرفاء. ثم بعد فراغه من تآليفه ومن النوار في تلك الخزانة العامرة توجه إلى مدينة ولاتة التاريخية في أقصى الجنوب الشرقي من بلاد الحوض صحبة القوافل المتجهة إليها من تشيت. ومنها انطلق أيضا مع القوافل مارا بمدينة تومبكتو قاصدا الشيخ سيدي المختار من السيد أحمد بن السيد أبي بكر الكوتية ثم الوافي. ولما وصل إليه أعطاه ورده القادري المختاري، وأصبح الشيخ سيدي قافلا من الغد إلى وطنه. ثم إن الشيخ سيدي المختار أخبر بمكانة الشيخ سيدي العلمية، فأرسل في إثره رسولا بيده خطاب منه يسأله الرجوع إليه بعد أن قطع أشواطه في طريق العودة. فأدركه الرسول فانثنى راجعا، ولبث في حضرتهم 16 سنة، منها 5 أشهر في حياة الشيخ سيدي المختار، والباقي في حياة ابنه الشيخ سيدي محمد الخليفة وابن ابنه الشيخ سيدي المختار الصغير الملقب بادي بتفخيم الباء. وكانت هذه المدة ما بين أواخر سنة 25 و200 ألف للهجرة وأواخر سنة 42 و200 ألف. وفي أواخر هذه السنة أو أوائل السنة التي تليها 43 و200 ألف للهجرة وصل الشيخ سيدي إلى مضارب قبيلته أولاد بيري ومسقط رأسه بعد رحلة علمية دامت 37 سنة. وإذا ما حسبت المدد التي استغرقتها الأسفار في طلب العلم في أرض القبلة والبراكنة وتقانت والحوض وأصوات، ووظيفت إليه المدة التي استغرقها سفر العودة والمرور بالشقيط أثناءها، صح أن يقال إن مجموع مدة رحلته العلمية 40 سنة على وجه التقريب. وبهذا تكون رحلة الشيخ سيدي في طلب العلم أطول رحلة عرفت في هذه البلاد، بل وفي أكثر حواضر الإسلام قديما وحديثا. وعند آل الشيخ سيدي المختار تلقى الشيخ سيدي الطريقة والأوراد الصوفية القادرية والاختيارات المختارية عن الشيخ سيدي المختار نفسه وعن ابنه الخليفة، كما اشتغل عندهم بالتدريس والإقراء والمطالعة ونسخ الكتب لنفسه. وهناك حصل فنونا علمية وجد جملة من مصادرها هناك كالتفسير والحديث، فأدمن النظر فيها مطالعة وبحثا، ودرسها في حلقاته العلمية بحضرة المختارية. لكن كانت دراسة الحديث يومئذ في هذه البلاد على طريقة الفقهاء. الرجاء إغلاق الجوالات. كما نسخ ما أمكنه من المخطوطات في تلك الناحية، فضلا عن جمعه وتحصيله لعامة تراث آل الشيخ سيدي المختار الديني والأدبي. وقد قويت صلاة الشيخ سيدي بأشياخه وبقبيلتهم العربية القرشية الكريمة وبتلامذتهم ومن في حضرتهم، وأحبهم وأحبوه ووصفوه بالأوصاف الجميلة، ومدحهم هو بدوره بالمدائح الرائقة ورثاهم بالمراثي الفائقة. وكانت تلك الآثار الشعرية البديعة جارية على طريقة قوم للتصوف في اصطلاحاتهم ورموزهم وإشاراتهم ومفاهيمهم، مطابقة في أساليب المدح والرثاء لمألوف الخطاب الشعري الصوفي السائد منذ قرون بأغلب أصقاع الإسلام. وما لبث صاحبنا بعد وفاة الشيخين أن صار محكما في الحضرة الكونتية متصدرا في تلك الناحية مسموع الكلمة بها، وقد أخذ عنه العلم فيها والأوراد الصوفية خلائق لا يحصون. وقد أشاد بهذه الهمة العالية والرحلة العلمية الطويلة الشاقة جماعة من فحول الشعراء، نذكر منهم ابن حنبل وابن أحمد دام الحسنيين، وهما من أجلاء تلامذة الشيخ سيدي الكبير
كما هو معلوم. يقول ابن حنبل رحمه الله تعالى الشيخ محمد: لما رأى أن المعالي صعبة، لما رأى أن المعالي صعبة لا تستقيد إلى الضعيف الواني، بسر على من لا يجشم نفسه، بسر أي حرام، بسر على من لا يجشم نفسه جمر الغضا وعوالي المراني، نصب الرحال على رواحل همة، نصب الرحال على رواحل همة، ماشي بدائب سيرها بتواني، عيس أحن إلى الهواجر والسرى، منها إلى الأعطان والأوطان، ما زال يقحمها المفاوز ماضيا كالعظم يوم تصاول الأقران، حتى أناخ إلى خضم خضرم رحب الشرائع واسع الأعطان، فسقاه كأس المالكية مزجت بالقادرية سره المصطاني. ويقول سيدي عبد الله بن أحمد دام الحسني رحمه الله: رآه العرش علام الغيوب لذا أهلا، فساق له من قبله سببا علما وفهما، يصيد المشكلات به درك الطمرة من سرب المها عطبة، ومص كل ضرور من مسلسلة درا تخيره للملك من ثقبه، لما تغلغل في علم الشريعة من صافيه أعمل في نيل العلا نجبه، شد الرحال على عتق الركاب إلى تاج الأجلة من ساداتنا النخبة، فنال ما نال إذ حط الرحال وما أدراك ما نال، يا واهل لها رتبة. والحق أن الشيخ سيدي بلغ من العلم والجد في تحصيله مبلغا تتقاصر عنه الهمم وتستحسر دونه القوى، إلى ما كان عليه من الورع الشديد ومجاهدة النفس والتقوى ومكابدة العبادة ومقاساة الشدائد في بلوغ القمم العالية التي تسوقه إليها العناية الربانية عبر نفس طموح وهمة جموح. ومن السمات البارزة في شخصية الشيخ سيدي شدة تعلقه بالله تعالى وإخلاصه في توحيده وتجريد التوكل عليه والاطراح على عتبات الإنابة والانكسار بين يديه وصدق اللجأ والفرار إليه، وقد تجلى ذلك واضحا في ديوانه الفريد الموسوم بديوان الاستسقاء الذي يضم عشرات القصائد والمقطوعات، والذي يمكن أن يدعى أن لا نظير له من حيث الكم في الاختصاص بها الغرض العجيب في مدونة الشعر العربي على مر العصور. ومن المستحسن أن نعرض هنا في هذا المقام شذرات من هذه المدونة الفريدة تكون لهذا المحور مسك ختام. الله ربي لم أشرك به أحدا، ولست أشرك من شيء به أبدا، فهو المقدر ما يجري على قدر، وهو المدبر أمر الكون منفردا، يختص من شاء بما شاء كيف شاء، ولا تهني الثواني عن المرفود ما رفدا، سبحانه جل ربا مقسطا حكما برا رؤوفا لطيفا ماجدا صمدا، لا شأن يشغله عن غيره، وله نعمة على الخلق لن يحصولها عددا، ثمن علينا وإن كنا الجفاة بما به مننت على عبدانك السعدا. ويقول بقصيدة أخرى: أما وحقك لا نرضى سواك لنا ربا يزيل بلاء أو ينيل إلى، ولا نقدر في أذهاننا أبدا مشاركا لك لا ضدا ولا مثلا، بل أنت رب الورى كلا وخالقهم وقاسم الرزق بين كلهم أزلا، وأنت حقا إله العدل تفعل ما تشاء بغيرك ممن جارا أو عدلا، أنت الكريم فلا مجد ولا كرم على الحقيقة إلا فيك قد كملا، أنت الإله الذي لا شيء يشبهه ولا شريك له قطعا ولا مثلا. ويقول في قصيدة أخرى: نحن العبيد فلا نرضى سواك لنا ربا يجير ويرجى دائم الأبد، وليس للعبد من شيء يقربه، وليس للعبد من شيخ من شيء، وليس للعبد من شيء يقربه إلا استغاثته بالواحد الأحد، ذي الجود والكرم المبذوذ نائله، والمجد والرحمات المنعم الصمد. وهذا مجال ورحب لا يمكن أن نفيض فيه بأكثر من هذا، إلا أننا سنختم بهذا المقطع من قصيدة له طائية فريدة يقول فيها: يا ذا الجلال والإكرام المفاض عطى، والمستغاث إذا ما الأزم قد فرط، ومن إليه اللجا في كل معضلة
يغدو بها من تخش يغدو بها كل من تخشاه منضغطا، وما الصنائعه تؤتى العصاة ومن يدعو سواه فكان أمره فرطا، وما الصنائعه تؤتى العصاة ومن يدعو سواه فكان أمره فرطا. يا ربي يا حي يا قيوم يا صمد بر يغيث الورى من بعد ما قنطا، له التصرف في الأشياء كيف يشاء وليس ما شاءه بالعاد مرتبطا. أغيث عبادك يا رب العباد فقد أشفوا على الحين مما حل واختلطا، أضحت مواشيهم بالمحل جائلة شرقا وغربا فلا يطعمن مسترطا. أغيث إلهي عبيدا وحدوك فلا يرون رب سواك يرتجى لعطاء ولا لجلب ولا دفع، وكلهم إلى جداك أكف الفقر قد بسطا. لا جوك نجوى بإصرار وأفئدة ماء لغيرك فيها يستقر وطا، هم العيال وإن كانوا ذوي زلل فلا تؤاخذهم منا بما سخطا، وارحم ضراعتهم واقبل شفاعتهم واكشف مجاعتهم بالغيث منهبطا. هذه القصائد كان يقولها كل سنة بعد رجوعه من منطقة أصواد، لأن هذه البلاد كانت تشهد قحوطا وسنوات جد مستمرة، فكان يستسقي دائما ويضرع إلى الله عز وجل يسأله السقيا لهذه البلاد، ويدعو للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويدعو لأهل الحضرة أيضا مركزا عليهم. وكانت وفاته رحمه الله تعالى يوم الخميس آخر يوم من سنة 84 و200 ألف للهجرة باتفاق المؤرخين. المحور الثاني العودة والبناء. عاد الشيخ سيدي إلى بلاده فتلقاه قومه قبيلة أولاد بيري بما هو أهله من التبجيل والتكريم، فسأل إبان مقدمه عن بلدة موات لا منار فيها لأحد ولا دعوة، فدله بعض أكابر قومه على موضع أبي تلميت الحالي، فاختاره موطنا معنويا، وكان هذا الموضع يدعى من قبل وادي الفيلة، بما كان غابة أو غيضة ملتفة توي إليها فيلة ذات أجر، أي ذات أجرين جمع شروين صغار، فحاز الأرض وبدأ بتأسيس مسجده بأبي تلميت وبحفر بئرها وبناء دار الكتب بها. وكان ذلك آخر سنة 42 و200 ألف للهجرة، أو مستهل السنة التي تليها 43 و200 ألف. وقد كان من أولوياته جمع الشتات قومه ليكون نواة حضرة قوية جامعة، وقال لهم في ذلك كلمته المشهورة: املأوا لي هذه الكثبان من الخيام الغبر أملأها لكم من المال والرجال. وفعلا صدقت جملة جواب الأمر ولله الحمد. لقد كان من الطبعي أن يكون المجتمع البدوي القبلي متناثرا في مساقط القطر ومنابت الكلى في أرض شحاح كهذه، وأن يكون للحروب وظاهرة السيبة أيضا يد في تفرق العشائر بل البطن الواحد بحثا عن الحلف والأمان. عاد الشيخ سيدي محملا بالعلم والعمل والصدق والإخلاص والاستعداد الكامل للبذل والتضحية والعطاء، بعد أن أعدته العناية الربانية لتحمل الأعباء العظام والنهوض بالمسؤوليات الجسام. وقد كان عشيره على المستوى اللائق بهم فبايعوه والتفوا حوله وأمدوه بالنفس والنفيس، ولا غرو فهم أروبة صدق ومحتد كل فضل، وفيهم العلماء والصلحاء والأعيان والقادة والرؤساء. وسرعان ما بدأ نجم أبي تلميت يسطع في سماء المجد والمكرمات ويستقطب الناس وحدانا وزرافات، وبدأ الشيخ سيدي يؤسس نظام الحضرة الجامعة للمقيمين والوافدين إليه من كل فج عميق، فشرع في إرساء المقومات الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الجديد بأبي تلميت. فبدأ طور التشكل بعد طور النشأة الذي ألبعنا إليه، أي بدأ الآن طور التشكل بعد طور النشأة الذي ألبعنا إليه أعلاه. فعلى الصعيد الديني والروحي بدأ شيخ سيدي رحمه الله تعالى بعد تأسيس المسجد ينشر التعاليم الدينية ويدعو إلى الانخراط في الطريقة بالحكمة والموعظة والتوجيه، ويبث رسوله إلى المناطق الداخلية، ثم ما لبث أن بعث موفدين إلى الدول الإفريقية المصاقبة لنشر الإسلام،
فأسلم على أيديهم خلق كثير صاروا تلاميذ ومريدان للشيخ ولأسرته من بعده. وعلى الصعيد الثقافي أنشأ الشيخ سيدي جامعة علمية عظيمة يدرس فيها هو وشهابذة العلماء من مريديه مختلف العلوم والمعارف، ويتلقى فيها الطلاب زاد الروحية إلى جانب الزاد المعرفي المتميز. وسيكون ابنه الوحيد الشيخ سيدي محمد أحد أبرز طلابها، ثم أحد أبرز شيوخها فيما بعد. وكذا حفيداه الشيخ سيدي أبابة والشيخ سيدي المختار والقاضي سيدي محمد بن الداه بن الداه وغيرهم من جلة العلماء والفضلاء. وقد رفد الشيخ سيدي هذه الجامعة الصحراوية المتنقلة بمكتبة نادرة من نفائس المخطوطات وذخائر التراث، قدم بها من المغرب الأقصى الذي لبث فيه حولا كريتا ينتظر ارتفاع الطاعون من أرض الحجاز كي يحج بيت الله الحرام. وفي هذه المكتبة يقول العلامة قبابة بن أحمد بيب العلوي: لك الطائر الميمون والمنزل الرحب، فإنك أنت الغوث لا شك والقطب. أضاءت بلاد غرب لما حللتها، وأصبح يبكي عند ترحالك الغرب. وأنت حسام قاطع كل شبهة، وأنت سراج في البرية لا يخبو. وجئت بكتب يعجز العيسى حملها، وعندك علم لا تحيط به الكتب. ويقول آخر: لئن جئت بالكتب النفائس شردت بنقي المطايا في بطون الصنادق، فصدرك يحوي ما تكن وتحتوي، وأودع علما لم يكن في المهارق. وكان للشيخ أصدقاء من العلماء وتلامذة كثيرون يسهرون على صيانة المكتبة وترتيبها ومعرفة الساقط من كل مخطوط مع المقابلة والنقل لتصحيح النسخ وتكثيرها. ويرى صديقنا الأستاذ الألمعي الفريد أحمد بن الحسن جمال تغمده الله برحمته أن تلك المكتبة كانت من عوامل النهضة الأدبية الكبرى في بلاد الشقيق إبان القرن الثالث عشر الهجري. وكان الشيخ يتلقى الاستفتاءات وترفع إليه النوازل والإشكالات من حين لآخر، فيدبش فيها الأجوبة الشافية والفتاوى الوافية، وينتشر ذلك الألق في الحضرة ويتلقفه الطلاب والعلماء. كما كان جمع عيون مدائح الشيخ وتداول ديوانه الشعري الخاص رافدا ثقافيا ذرا من روافد الحركة الأدبية لذلك العهد. وعلى الصعيد الاقتصادي بدأ الشيخ بتسيير القوافي وتنظيم تجارة الملح والصبغ العربي واستصلاح الأراضي الزراعية في شمامة وواحات النخيل في أدرار وتنمية الأنعام. وعلى الصعيد الاجتماعي سعى الشيخ سيدي إلى دمج الوافدين من الطلبة والمريدين في نسيجه القبلي، مكونا بذلك مجتمعا متجانسا متآخيا في وئام وانسجام. وعلى الصعيد السياسي ربط الشيخ سيدي صلات قوية بجميع الإمارات في عموم هذه البلاد عن طريق الزيارات المتبادلة أحيانا وعن طريق المراسلات أحيانا أخرى، حتى استطاع أن يكتب له كل أمير مصرحا له بالتلمذة والولاء. وهكذا فعل مع سائر قبائل العرب وأهل الشوكة عموما ومع قبائل الزوايا أيضا وأعيان العلماء والفضلاء. وتدخل شخصيا بنفسه وبرسائله ورسله في الإصلاح بين القبائل والإمارات المتنازعة، حتى إن رسائله رسمت الحدود الحالية لدولة موريتانيا. وأما خارج نطاق هذه الحدود فإن الشيخ إبان وجوده بالمغرب الأقصى في طريقه إلى الحج وطد علاقات جيدة مع السلطان، وكان أن طلب منه السلطان أن يرقي له أحد أبنائه ففعل، فشفاه الله تعالى، فكان ذلك بدأ تلك العلاقة وزارت بينهما مراسلات محفوظة. كما أسس علاقات مع سكان البلدان المجاورة كالسنغال وغامبيا وغينيا وسيراليون ومالي وغيرها، وأسلم على يديه وتتلمذ له من أهل هذه الأصقاع ولذريته من بعده من لا يحصيهم إلا الله. وقد أسمت كل هذه الصلات والعلاقات في تنمية الحضرة وتشكيل مجتمع إسلامي جديد متآلف بحاضرة أبي تلميذ ينتمي إلى أعراق وأجناس شتى. وهكذا ما لبثت أبو تلميذ أن أصبحت قبلة يؤمها القصاد ومعلمة كبرى تفيد إليها الوفود ويردها الشعراء والعلماء والطلاب
وذوي الحاجات ومركز إشعاع علمي وروحي في قلب هذه الصحراء كما أصبحت عاصمة الحل والعقد بلا مدافع. وقد تطلب كل ذلك أن تخرج هذه البلدة أن تخرج هذه البلدة عن المألوف في المحاضر وعند أغلب المشيخات السائدة وترتقي إلى مكانة تؤهلها لاستقطاب عموم الواردين واستقبال الأمراء والأعيان والعلماء دون أن تصطنع شيئا من شارة الملك وأبهة السلطان. وذلك ما جعل الشيخ سيدي نمطا فريدا في هذه الربوع ففضلا عن علمه الغزير وما أزر الله على يديه من الخوارق المشهودة وكرمه الذي يضرب به المثل وسعيه الدؤوب في النفع العام والإصلاح بين المسلمين كان سياسيا محنكا وقائدا ملهما مؤهلا بكل الطاقات والمؤهلات. ومما وسع دائرة نظره وعمق فكره معرفته الدقيقة بالبيئات المختلفة في كل نواحي هذا البلد وتجواله في المدن التاريخية السنين ذوات العدد وطول مكثه مع آل الشيخ سيدي المختار الكنتيين الذين كان عندهم نظام الحضرة وكان لهم مستوى عالي من الوعي السياسي ولبثه أيضا في المغرب الأقصى سنة كاملة يراقب عن كثب سياسة البلاط فضلا عن قراءاته المختلفة وتجاربه الواسعة ومعرفته التامة بالسياسة الشرعية. ولكي نأخذ صورة حية عن المشهد العام للحضرة الجديدة الآخذة في النمو والتشكل بأبي تلميد لا بد لنا من وقفة مع بعض الشواهد والنصوص التي كتبها بعض من عاصر تلك الحضرة وشاهدها ثم من في حكمهم ممن أخذوا عنهم. يقول الشاعر المفرق محمد بن محمد العلوي عن الشيخ سيدي الكبير: عم الأنام بهديه وأمدهم كلا بفيض من نداه عميمي وردت حياض نواله وعلومه هيم الورى فشفى غليل الهيم في كفه رزق الأنام فكلهم ساع لموضع رزقه المقسوم. فترى البيوت أمامه مملوءة ما بين ناوي رحلة ومقيم كلا بنسبة ما يحاول خصه من قوت أفئدة وقوت جسوم. لم يكفيه المير الكثير لدى القرى كلا ورسل الكوم نحر الكوم. فترى بساحته الدماء وفرثها ونقى العظام جديدة ورميم. وترى القدور رواسيا وترى الجفان لوامعا بحواضر المطعوم. من قاسه بالأكرمين فإنما في الشأو قاس مجليا بلا طيم. بل قاس ملتطم البحار بنطفة والروض غضا ناظرا بهشيم. حدث ولا حرج عن الشيخ رضا أو دع إذا حدثت بالمعلوم. يا حبذا ذاك الكمال وحبذا جلساؤه من زائر وخديم. ويقول أخوه الهادي المحمدي شعر المفرق: كهف البرية حامل أعباءها دون الورى ومصدق آمالها. عوذ الأنام إذا السنون تتايعت والأرض أصبح ماؤها صلصالها. كم كاعب أو فارض أو يافع أو عائل قدمت إليه فعالها. كم عصبة ضربت إليه جيادها وعصابة ضربت إليه جمالها. تبغي حوائج من يديه كثيرة حطت لهن سروجها ورحالها. الواهب الجرد العتاقة وقد حمت قصب الرهان لا تجول مجالها. إن العطية لا يتم نفاذها إلا وأردف بعدها أمثالها. ما أول وراء قطب الرحى من جاءه يجد الرحى أبدا تحك ثفالها. ويجد كريمة شوله معقولة بالباب قد خضب النجيع عقالها. تخشى المساء أو الصباح سوامه فكلاهما انتظرت به آجالها. فالناس ينتجعون سيب يمينه لا سيفها وسنانها ونبالها. كم ليلة أو بلدة أحياهما بالذكر والحفر المفيض زلالها. لما رأى سبل الرفاق مضلة عمر البلاد وهادها ورمالها. منع البلاد من أن تصاب بسيء حتى أجار من الرعاة سيالها. وإذا العداة مع العداة تقابلت وضع العداة عن العداة نبالها. وحمى جميع العالمين حماية لم تحمها أسل الشرى أشبالها. ويقول الشاعر المفرق محمد بن السالم الحسني: ولم أرى قبل مسجده مصلى تضمن وابلا سرب العزالي. يداه غمامتان على البرايا على التداب دائمة همالي.
فذي عمت بصيبها وهذه تخص بها ذوي الهمم العوالي حوت ما دون مرتبة التنبي يداك من المكارم والمعالي فأنت إذا من الثقلين طرا بمنزلة اليمين من الشمال إلى أن يقول وعرجلت من الغرباء شعثين من اللأواء تجأر كالسعالي جمعت على مكللة رداح كجابية المخول وفرمالي ومنهوف أغثت وذي عيال جعلت عياله أحضى عيالي وعانقا فككت ومستضيف حضأت له الزخيخ على التلال. ويقول صاحب الوسيط وهو من الطبقة التي أدركت تلامذة الشيخ يقول عن الشيخ سيدي الكبير هو العلم الذي رفع على أهل قطره واستظل به أهل دهره وماذا أقول في رجل اتفق على أنه لم يهار مثله في تلك البلاد إلى أن يقول فلم تزل فضائله تبدو حتى أذعنت له الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يعقب أمره وكان أهلا لذلك كرما وحلما وعلما ولم تزل الدنيا تزال عليه ويفرقها في الناس وكانت العرب في أرض شقيط تجعله حرما آمنا فيجتمع عنده أحدهم بمن قتل أباه أو أخاه فيفلسهما على مائدة واحدة وإذا بلغ الجاني نواحي البلد الذي يقيم به أمن على نفسه ولم يمضي عليه يوم إلا وعنده آلاف من الناس يطعمهم ويكسوهم ويقضي حوائجهم حتى ويقضي مآربهم ويقضي جميع مآربهم حتى لقي الله ولا يسأله أحد حاجة إلا أعطاه إياها بالغة ما بلغت وكان يبلغه أن الطريق مقطع في الجهة الفلانية لعدم عمارتها فيحفر فيها الآبار ويبعث المؤن الطائلة لقير المارين وقال أيضا بوتليميت بئر مشورة لأهل الشيخ سيدية وقد مضى عليها زمان في حياة الشيخ سيدية لا يصله خائف إلا أمن ولا فقير إلا استغنى ولا جائع إلا شبع فهي كقبة الأعواد وقد صدق الأسود بن معفر في قوله ولقد علمت سوى الذي حدثتني أن السبيل سبيل الأعواد انتهى الخاتمة إن حضرة جمعت الألوف من مختلف الأجناس والعراق والتخصصات والشرائح الاجتماعية وتشكلت السلام عليكم أنا قال لي محمد البارك ما أعلم فيك إن حضرة جمعت الألوف من مختلف الأجناس والعراق والتخصصات والشرائح الاجتماعية وتشكلت تحت قيادة الشيخ سيدية وبكل مقوماتها الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أسلفنا هي التي استطاعت في ذلك الظرف أن تقف بالمرصاد أمام الزحف الأوروبي وأن تعلن الشهادة وتدعو إليه وتشارك في موقعة الرقبة الشهيرة وأن تقف حجر عثرة أمام الحرابة والتلصص وغارات السفك والسلب والنهب في مجتمع صحراوي لا سلطان فيه ولا نظام إنها هي التي استطاعت أن تدعو أمراء البلاد وأعيانها وعلماءها وقادة الرأي فيها إلى مؤتمر وطني حاشد حضره في تندوجة بئر الشيخ سيدية حسب الرواية زهاء 5000 شخص عام 56 و800 وألف للميلاد كان هدف الشيخ منه توحيد الصفوف وجمع الكلمة وراء بث وإصلاح ذات البين وإيقاف نزيف السيبة والفوضى الطحون وإعداد ما يستطاع من القوة للتصدي للعدوان النصراني المرتقب إنها هي التي استطاعت أن تقول لا لأمير در المتغطرس فدرب عليه الشيخ وردا حادا فيه دعوة إلى الإسلام وتهديد ووعيد إنها استطاعت ضمن أصوات أخرى ذات وزن كبير أن تنادي بإقامة نظام مركزي أو وضع مخطط لنواتي حكم رادع وسلطان وازع تلكم كانت لمحة الخاطفة عن نشأة مدينة أبي تلميذ حاضرة الشيخ سيدية وتشكلها في العقود الأربعة الأولى من عمرها ووقفة مع ذرو من خصائصها وصفاتها ومواصفات قائدها ومؤسسها مدعومة بالأدلة والشواهد وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة عن نشأة مدينة بوتليميت التي تحدث فيها في محوره عن حياة الشيخ سيدية الحافلة بالعطاء والعلم وتحصيله وتعليمه
ثم عودته إلى البلاد وبدئه بالتشييد والبناء لهذه المدينة العريقة التاريخية. أحيل الكلمة مباشرة لكي لا أطول إلى الدكتور محمد سيدي محمد الختاري. سابق نبدأ نختار نبدأ بالشكر الحقيقي للمقيمين والقائمين على مهرجان بوتليمة الثقافي. فلهم الشكر أولا لأنهم لم يتركوا فرض الكفاية يصبح فرض عيني، ولهم الشكر ثانيا لأنهم تجرأوا على فعل راود الكثيرين، ولكن الجبن والخوف منعهم من الإقدام عليه. والشكر لهم لأنهم فكروا في الوجه البوتليمي الوطني واستقدموا شخصيتين، الوزير محمد محمود والسيد النائب الموقر خليل الطيب. ضرك لي نرجع وانا بيجلي استاذ العلم الاجتماع الاهتم بالثقافة في تشكلها الحاضر. اذا تشكل البوتليمي حول شخص بقي على الاستاذ، وانا ساحاول ان افتح انا في دورة ندور نبشر الخلطة بني ماني نبطأ ماني مرضي مو دقيقتي يلي فاتوا قالوا هالي وكلام الشيخ نوع من الديمي. إذن ما أعطى لي هذا بوتليميت هذا المكان الذي أشرف عليه وهذا البئر الذي حفره الشيخ سيدية مكانة مهمة جدا، وهذا الزخم هو أن هناك مجهودات تضافرت فشكلت، وهذا كما قلت لأن الثقافة المعاصرة تنحو نحو البحث عن ما هو جمع وما كان نتيجة لمجهودات متعددة، وتجاوزت الاهتمام بالفرد الواحد البطلي الهمامي العالمي الجذبي لآخره. هذا شكل حلقة من حلقات تطور الوعي الثقافي، ولكن الآن أصبح الأمر شيئا آخر. يكتسب القول والثقافة والحضارة قيمتها من خلال روافدها المشكلة لها والمنشئة لها أصلا. فإذا نحن نستطيع القول بأنه لولا الشعر الحسينيين ولولا قيم وشهامة قبائل المغافرة لما أصبحنا هنا على هذه الدرجة. فإذا النشأ مهم، ولكن الإصرار والبقاء والزيادة أهم، لا أقول أهم ولكن هي الأخرى مهمة حتى لا أصل صيغة المبالغة. الله رجع عني أنا قدرت كل على حد ليش عاقبي هو الحسين المحام، لأنه واحد من أهل مكة ومن أهل يثرب ومن أهل المدينة ويعول عليه في إكمال نقص. وشكرا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. طبعا طبعا ليس من السهل التعقيب على هذه المحاضرة الكاملة الوافية الشاملة التي قدمها شيخنا العلامة الأستاذ إبراهيم اليوسف، ولكن طبعا لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، لما عاد الشيخ سدي الكبير من أصوات وانثال عليه الناس من كل حدب وصوب وأصبح قبلة للجميع، هم بحفر بئر تكون مستقرا ومستوطنا له ولمن شاء من أبناء عمومته أو تلامذته وذريته من بعده. فقام سنة 1242 أو 1243 ببناء بوتليميت، التي فضلا عن كونها لم تكن تحت كنف أي قبيلة من قبائل الشوكة أو قبائل الزوايا التي كانت تستأثر بالإشعاع العلمي في ذلك الزمن، كانت في موقع استراتيجي ملائم لمشروعه العلمي والديني والاجتماعي. فقد كانت من الناحية الاجتماعية على تماس مع مجالات انتشار وحركة مجموعته قبيلة أولاد بيري، ومن الناحية السياسية كانت بوتليميت في نقطة وسط بين المجالات الأميرية المحيطة به، ترارزة إلى الغرب والبراكنة إلى الشرق،
وأدرار إلى الشمال وتقانت وأفطوط إلى الشمال الشرقي والشرق. ومن الناحية الاقتصادية والبيئية كانت بوتلميت نقطة وسطا مناسبة للميرة من منطقة النهر خارجة عن مناخ شمام الاستوائي الوخيم وأقرب إلى الحركة الاقتصادية مما هو عن شمالها من بلاد أوكار التي هي أيضا بلاد الشيخ سدية. وهكذا أضحت بوتلميت بموقعها الاستراتيجي مستقرا ناجحا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وطبعا علميا كما أظهر الزمن. الشيخ سدية كان كثير الاحتفاء ببوتلميت والدعاء لها والاستسقاء لساكنتها كما سمعتم قبل قليل. فمن ذلك قوله: وأغث عبادك والبلاد برحمة تجبى بها الخيرات والأفراح بركام مزن ودقه طبق روى. في النسخة المطبوعة متجلب، والرواية التي كانت عندنا أو عندي متحلب متدفق سحساح، ولعل الشيخ إبراهيم يؤكد. المطب بالوجهين جميل، متجلب له جلبة للرعد، متحلب يعني السجاجة. فلرعده لجب على حافاته ولبرقه في جوزه تلماح، تسقى الصوادي من خلاصة صفوه والسيل منه على البراء منصاح، ينحط كركله على مثوى أبي تلميت ثم على الميامن راح، يكسو العواري من ملابس حوكه روضا نضيرا زهره فواح. ومنها قوله: ظهرت معالم أرضنا مثل الغرر يا حبذا، نجد تبدت للبصر أرض تحب نزولنا، ونحبها فيها أبو تلميت ثم تذو العشر إلى آخره. طبعا قبل أن أنهي هذا التعقيب أريد أن نسوق إلى مسامعكم بعض المقطعات التي قال والدنا المختار الحامد في بوتلميت وفي أهلها، تنويعا للحديث وتقليلا من تكرار محاضرة الشيخ التي لا يمكن التعقيب عليها ولا تكرارها. يقول المختار: أظل وأمسي هنا وأبيت وأصبح عند أبي تلميت، فنعم الصباح ونعم المساء ونعم المظل ونعم المبيت. ويقول: مشرق الشمس بريعي تلميت، فالربيعي فبأعلى ريعي بعلاتية أطيب ريعي، فرباعي سلام في غديات الربيعي، كسى الأرض بلون زعفراني بديعي، شع فيها كنضار شع في در شعيعي، أو حياء ذاب فماع على المخد الصنيعي، أو كيشراب المعاني من بيان وبديعي، هيش الطبع فأحيا ميت الفكر الطبيعي، فترنمت بمدح رملي وسريعي، يطرب السامع حسنا حين يلقى للسميع، في مراد من رياض المجد مطلول مريعي، حيث آل الشيخ سيدية حيث آل الشيخ سيدية ذو القدر الرفيع، فإذا بي في ربيع في ربيع في ربيعي، وإذا النصر جليسي وإذا اليسر ضجيعي، وإذا بي لست أخشى من رفيع أو وضيعي. ويقول أيضا: حي إن جئت ساكن الأبيار وخصوصا منهم بني أبياري، وخصوصا أهلي أبي تلميت، إنهم عندنا من الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معهد تلميذ الدور والعطاء التي سيقدم فيها كل من الدبلوماسي والوزير محمود محمود
الودادي والوجه العروبي النائب البرلماني الخير النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا جزيلا على القيمين على هذه الندوة المهمة في بوتليميت، وأخص بالذكر رئيسها الدكتور الشيخ والمعاذ سيدي عبد الله. في منتصف خمسينيات القرن الماضي دخلت مستعمرة موريتانيا آفاق تغيير جذري لسياسة المحتل تجاه مستعمراته، حتمت على الزعامات السياسية والروحية التي تتولى تسيير المجتمع للضلاع بمسؤولياتهم، لإدراكهم أن مفتاح الأفق الجديد هو العلم انطلاقا من واقع البلاد ومحيطها وتجربتها المعرفية العربية الإسلامية التي هي جوهر قوتها وبقائها وسر نفوذها في محيطها وفي المشرق. ومع الوقت وتوالي سنوات القحط وصعوبة المعيشة تضعضع التعليم الأهلي وتناقصت المحاضر في العديد من المناطق، وكذلك تناقص القيمون عليها في وقت يسعى الأهالي إلى الابتعاد بأبنائهم عن المدرسة الفرنسية التي كان دخولهم لها مأساة حقيقية لهم ولأطفالهم. في هذا الوقت وفي حدود سنة 1955 قرر أحد أبرز الزعماء الزمنيين والروحيين في البلاد هو الشيخ عبد الله بن الشيخ سيدية إقامة معهد أبي تلميت على نظام التعليم المحضري ومناهجه، مع العمل على إضافة العلوم التي ظلت مهجورة كالتاريخ والجغرافيا، وفي مرحلة أخرى العلوم والرياضيات واللغة الأجنبية، وذلك للرفع من مستوى التعليم الأهلي وإعداد أجيال المحاضر لتندمج في مسيرة الحياة الجديدة على أن يكون المنتسبون إليه إضافة إلى أبناء الوطن أبناء الأقاليم المجاورة كسنغال وغامبيا وغينيا ومالي وسيراليون المرتبطة بالمدارس الموريتانية العلمية والروحية تاريخية. ولم تكن هذه المبادرة غريبة في بوتليميت مركز الإشعاع والتنوير منذ إنشائه في عشرينيات القرن التاسع عشر، ومع بسط الاستعمار هيمنته كانت الحاضرة رائدة في انتشال الأجيال الصاعدة من قبضة التعليم الفرنسي الصرف بتكييفه مع واقع الشعب المسلم المحافظ وإدراج التعليم العربي الإسلامي إلى جانبه بالمنهج، وذلك باحتضان أول مدرسة عربية فرنسية سنة 1400 ألف، ثم مدرسة تكوين المعلمين اللتين تخرج فيهما معظم الكوادر مزدوج التعليم الذين قامت على كواهلهم إدارة الدولة الحديثة، ثم سمح بإدخال البنات بالتعليم النظامي وهن اللواتي كن في طليعة النهوض بشأن المرأة وساهمن في مهام التربية والإدارة. بدأ المعهد التدريس في أخصاص تيكاتن وخيام، وعندما طلب الشيخ عبد الله العون من حكومة مستعمرة موريتانيا قدمت له منحة سنوية للإسهام في نفقات المعهد، ثم تنازلت له عن مباني مدرسة تكوين المعلمين التي نقلت خارج بوتليميت والتي تركت قاعات للتدريس ومرافق متكاملة من مبيت للطلبة وقاعة الطعام ومطابخ ومخازن ومولد كهربائي، وتدب للتدريس خيرات أساتذة المنطقة وعلى رأسهم المرابط محمد علي والعدود والمختار والحامد. ولم تمر سنتان حتى أقبل الطلبة من المحيط القريب ثم من مناطق موريتانيا المختلفة ومن الأقاليم الإفريقية المجاورة حتى اكتظ المعهد بالوافدين. الإدارة والبرنامج الدراسي. كان الشيخ عبد الله رئيس المعهد لكنه لا يباشر العمل حيث ينوب عنه مدير إلى جانب مدير دروس ومقتصد هو سيدي محمد الدين أحد أبرز المربين قبل أن ينتقل إلى الوزارة، وأمين المكتبة أحمد المزيك، ومراقبين على رأسهم محمد بن عمر،
وعدد من العمال المساعدين بالخدمات المختلفة، لكن الدينامو الحقيقي للمعهد كان المدير المباشر وأمين المكتبة إسحاق وأحمد. وكان المعهد يتألف من 6 فصول تسمى طبقات، وجل المبتدئين فيه ممن حفظوا القرآن أو أجزاء منه وقرأ الأخبري أو ابن عاشر والأجرومية، ويضم منهجه مقررات المحاضر المعتادة التي تشمل في القرآن والمقرأ درر اللوامع على مقرأ الإمام نافع لابن بري، الشاطبية في القراءات السبع للشاطبي، التفسير الجلالين ابن كثير منظومة مولود بن أحمد فال اليعقوبي، في الحديث ومصطلحه الموطأ الصحاح الستة، العقيدة مقدمة المرشد المعين لابن عاشر، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للمقري، وسيلة السعادة للمختار والبون الجكاني، الواضح المبين لعبد القادر والمحمد سالم، أصول الفقه، جمع الجوامع للسبكي، الورقات لإمام الحرمين بشرح الشيخ سيد محمد والشيخ سيد المختار، القواعد الأخضري ابن عاشر، رسالة ابن أبي زيد، المنهج للزقاق، مختصر خليل، نظم الكباب لمحمد مولود بن أحمد فال، السيرة والأنساب، قرة الأبصار لعبد العزيز اللمطي، الغزوات لأحمد البدوي، عمود النسب للبدوي، اللغة العربية، المعلقات العشر، ديوان الستة الجاهليين، لامية الشنفري، بانت سعاد لكعب بن زهير، مذلف قطرب، المقصوري والممدود لابن مالك بشرح الشيخ المختار الكنتي، مقامات الحريري، مقامات الهمداني، مختار الصحاح، القاموسي المحيط، في النحو والصرف مختصر ابن أجروم، ألفية ابن مالك، احمرار المختار والبونة، لامية الأفعال، احمرار الحسن بن زين، في العروض الخزرجية، نظم ابن عبدم، في البلاغة والمعاني، ألفية السيوطي، عقد الجمال، الجوهر المكنون للأخضري، المنطق سلم الأخضري، مختصر السوسي، قواعد المنطق للسوسي، إضافة إلى التاريخ والجغرافيا ومبادئ في الأدب. وفي السنوات الأخيرة أدخلت اللغة الفرنسية إلى المعهد بمعلمين، واللهلو والأحمد ويخليه واللولي. تدرس معظم هذه الكتب ضمن مقررات المعهد، والباقي متروك لرغبة الطلبة، وخاصة منهم من تجاوز السنوات الأربع الأولى. وإلى جانب هذه الكتب تتوفر إمكانيات كبيرة في المطالعة، ليس في مكتبة المعهد العامرة، وإنما أيضا في مكتبة هارون الضخمة التي تضم كتب الشيخ سيدياء وخلفائه، وهي التي طار صيتها في الآفاق كأكبر مكتبة وأغناها في الإقليم بل في الصحراء، حيث تضم كافة كتب الشيخ سيد المختار وخليفته الشيخ سيدي محمد وعلماء تيمبكتو وما جاء به الشيخ سيدي من رحلته الشهيرة إلى المغرب، وهو ما دونه المستشرق الفرنسي الشهير لوما سينو بعنوان مكتبة الصحراوية مكتبة الشيخ سيدياء. إن ببيوتك سهريا لا ببيوتك دا الشيخ سيدياء وصهراء، مجلة العالم الإسلامي رقم 8 1909. أهم أساتذة المعهد، كان للمعهد أساتذة دائمون في تلك المرحلة، هم المرابط محمد علي والعدود، أحمد والمختار والدادة، هذا الترتيب حسب الحروف الأبجدية، أحمد والمولود والدادة، إسحاق والمحمد والشيخ سيدية، الدنبجة والمعاوية، عبد الله والعبد الرحمن، محمد يحيى والعدود، وآخرون يقدمون دروسا غير منتظمة كمتعاونين مثل المختار والحامد حامد ومحمد بن أبي مدين، فالأول كان مدرسا رسميا في المدرسة الابتدائية، أما الثاني فكان من أوائل مدرس المعهد سنة 1956، لكنه انتدب إلى رئاسة الحكومة في ندر ثم الجمهورية في نواكشوط كمستشار ثقافي للرئيس، بيد أن خيمته ظلت منصوبة في بوتليميت قرب المطار حتى انتقاله نهائيا إلى نواكشوط قبل إعلان الاستقلال بقليل. وكان نجله محمد يدرس بطريقة غير منتظمة بالمعهد، وميله أخوه الأصغر يحيى على صغر سنه آنذاك. حالة الوعي لدى الشباب في تلك المرحلة،
كنا في تلك الحقبة من تاريخ بلادنا نعيش ضمن تشكيلات القبائل التي يعتبر كل منها كيانا مستقلا ضمن أخواتها في فضاء مبهم نميزه في تجانت مثلا باسم المنطقة: أدرار، القبلة، هافطوط، ترابلكور، العصابة، الحو، وحتى أزواد، وبأسماء القبائل التي تسكنه. فلم نسمع قبل سنة 1956 كلمة موريتانيا، ولا نعرف من أسماء سكان المعمورة إلا الغرب المغرب الذي تأتي منه حاجة التل، بعض الملابس وأدوات الشاي وعلواويش البز وتبغ شتوكة ومنيجة وإحياكل. ونسمع بإسنقان سنغال الذي نجلب إليه الأكباش، ونسمع بباغنة في مالي الحالية التي نستورد منها الزرع وغاية الشرق، وبالحرمين الشريفين، وبمصر المربوطة بنيلها وسودانها وعبرها وخيولها الكحيلات التي جلب إحداها سيدي عبد الله للحاج إبراهيم في العودة من حجه، وأرض ياجوج وماجوج ولا ندري أين هي، وقس جنس اسمه فرانس مصارع، وآخر اسمه هنغلي إنجليز. وفي الداخل لم نكن نعرف من القبائل وأسمائها إلا تلك المجاورة أو امتداداتها بالمناطق الأخرى، ونعرف البعيدة منها بأسماء مشاهيرها كعلماء الدين والشعراء. هذه هي حالة معارف المراهقين من 15 سنة إلى 20 في أغلب المناطق البلدية البدوية التي يسكنها أكثر من 70% من السكان آنذاك. لكن إرادة التحصيل لدى شباب مجتمعنا وجرأته على خوض المغامرة لا توقفها المصاعب، فهم من يحدد مصائرهم، خاصة منهم البدو الذين يتربون على تحمل المشاق والاعتماد على النفس فيتحملون المسؤولية باكرة. وكان أول هدف لطالب العلم في المجتمع كما هو معروف الالتحاق بالمحضرة بحثا عن مكانة في المجتمع، وليس للكسب المادي والارتباط بالمعتقد والبحث عن السعادة في الآخرة متحملا كل المشاق في سبيل ذلك، لا يفكر في المأكل ولا المشرب ولا الملبس تحت طوع شيخه الذي يحترمه إلى درجة الإجلال. استشهاد على أغلب الظن، لأني نسيت صاحبه، من عمل للأستاذ الخليل النحوي. وذلك كان حالنا عند دخولنا المعهد. بالنسبة لي وزميلي القادمين من تجانت، وصلنا في شهر أكتوبر 57 و900 ألف، بعد رحلة قد تكون شاقة على من لم يعيشوا تحكاك مرابط القرآن، ضمن حياة المحاور البدوية المعتمدة على الخدمة الذاتية وخدمة الشيخ. كانت خاتمة تلك الرحلة مرافقة قافلة حمير من ألاق إلى بوتليميت. لقد سعدنا في رحلتنا تلك بمشاهد في زمن غابر جميل، حيث لم تفارقنا وغادرنا أهلنا وسط تجانت المروج الخضراء والغابات ومياه الأودية والتومر، حتى تجاوزنا تامرت ألاق بعد أن فرض علينا قطع الطريق إلى بوغيذ مروس وبوتليميت عبر النهر بسبب مياه الأمطار الراسية. فرض علينا السفر من ألاق على الأقدام ومن هناك حتى تنيرن. كنا على موعد مع مساحات شاسعة غالبيتها مسطح لا يمكن السير فيها إلا على خط الميراد لكثافة الأعشاب والحشائش وأشجار الطلح وتتارك المرخ في الوقت الذي كانت الأماكن المنخفضة ملآ بمياه أمطار الخريف، مثل تامورة كندلك التي صادفنا عندها قطعانا كثيفة من الغزلان تشرب من مياهها وترعى حولها. وما أزال أتذكر تلك المشاهد بحسرة كلما مررت على كندلك، وهي قاع صفصف زوابع غبارها تشق عنان السماء من مساط بنقل سيارات شحن الماشية إلى العاصمة. وحتى مغادرة نابو تلميت صيف 60 و900 ألف لم نكن نخرج من الحاضرة إلا عبر طريق السيارات أو الماشية، حيث تغطي الأشجار والنباتات
وخاصة التلميذ جزءا كبيرا من محيطه، بينما البقع الجرداء محصورة في قمم التلال. لكن ذلك موضوع آخر مرتبط بما آلت إليه بيئة موريتانيا التي يشكل تدميرها أكبر خسائر القرن العشرين لبلدنا. وبالعودة إلى نهاية رحلتنا، فعندما توقفنا في الجنكة توجهنا مباشرة إلى المعهد بعد أن سار الأهالي إلى مرافقتنا إليه، حيث استقبلنا بحفاوة المدير المباشر إسحاق المحمد، فوجهنا إلى أخصاص تيكاتل في الطرف الآخر من الجود مخصصة للطلبة غير المتعودين على السكن في البيوت من أمثالنا، ويفضلون البعد عن مكان التجمهر والضوضاء. فوجدنا مجموعة من أبناء العشائر من مناطق متفرقة، وفي اليوم التالي ذهبنا إلى المغتصب ليصرف لنا الملابس، ثم إلى لجنة من الأساتذة لتحديد المستويات ضمن مجموعة من القادمين الجدد. فكان نصيبي السنة الثالثة، فأخذنا الدفاتر والأقلام وبعض المراجع، ودخلنا في اليوم التالي الصفوف لتبدأ رحلة الدراسة في جو من الانبهار والغبطة بما استقبلنا به من حفاوة وتقدير، وما وفر لنا من ظروف سكنية وملبس ومعاش، وفوق ذلك من أساتذة في مجالات المعرفة كافة دون مشقة أو عناء وكتب. فتغيرت جذريا الحال التي عشناها في سفرنا وما ألفناه في محاضرنا. التأقلم، كان التأقلم مع طلبة المعهد سريعا وسهلا لأسباب عدة، من أهمها أن حوالي 60% منهم يشتركون في صفات عدة، منها انتماؤهم البدوي الخالص حيث لم يعيشوا في القرى ولا المدن، ومعظمهم خريجوا مدارس قرآنية غادر جلهم أهله دون إذن أو دعم، بل في سرية أحيانا بحثا عن التعلم خارج محيطهم في رحلة الاقتراب لطلب العلم المعهودة في المجال الشقيقي الواسع. فكم من زملاء اكتشفوا أن آباءهم أو أجدادهم أو بعض أقاربهم قد جمعتهم رغم تباعد المنازل إحدى المحاور، سواء في تشيت أو ولاتة أو شنقيطي أو لدى أهل محمد سالم في السويحل أو أهل دادة في جوار بوتليميت أو في الكحلاء والصفراء في القبلة أو في محاضر أفطوط. لقد كانت أولى خطوات الاندماجية الانتقال من السكن الأول إلى مبيت الطلبة الجماعي، حيث اخترت عن قصد سريرا بجانب زميل من مالي صار أعز الأصدقاء هو جابي، الذي كان يكتب لي عناوين الرسائل التي أبعثها إلى الأهل، والتي ظلت تكتب بالفرنسية حتى سنة 86 عندما توليت مسؤولية وزارة البريد والمواصلات. ومن ذلك الوقت ارتبطت بعلاقات صداقة مع معظم الطلبة، وخاصة من كانوا معي في الفصل، وأذكر منهم حسب الحروف الأبجدية: أحمد والجيد، أحمد والسيدية والدادة كان الله في عونه، أحمد والمحمد المامي، محمد والحبيب رفيقي في الرحلة، الحطاب بوجان حماه الله للرقال، الداه والسيدي بونا، إدي والسيد الخليل، ديدي والسويدي، زيني والحمادي، الشيخ والأحمد، الشيخ والباها، عبد الله والدبيه، عبدات والسيد الشيخ، عبداوة والمكي، عبد الله والببكر كان أصار من ناسنا، محمد سالم والحي، محمد سالم والزين، محمد عبد القادر والديدي، محمد فاضل والعبداوة، محمد لمجد والمحمد المامي، محمد محمود والحمادي، محمد الناجي والمحمد الأحمد، محمد دجوف، إضافة إلى آخرين كانوا يكبروننا وممن تتلمذوا على أهل عدود قبل افتتاح المعهد وبعده، مثل أحمدنا والمحمد مالك وزين العابدين والأحمد عبد. كنت أريد أن أخرج من دائرة العشيرة والمنطقة الضيقة في التيكاتل وأرتبط بطلبة الولايات الأخرى، وكذلك بإخوتنا من الكوار، سواء منهم المواطنين أو الذين ينتمون إلى دول مجاورة ويتحدثون لغاتهم كما يتحدثون الفرنسية والإنجليزية، ومنهم من يبزنا في الحسانية واللغة العربية كمحمد دجوف والحطاب باجان، أو في إتقان الألفية كتراور المالي.
ولم تنقض السنة الدراسية حتى تأقلمنا مع المعهد إدارة وأساتذة وطلبة وعمالا، ومع الخيام والتيكات المحيطة به مثل خيمة والدة محمد والشيخ والجد مريم من تبي التي صارت لنا أما حنونا ترعانا وتمرضنا عند الحاجة، وخيمة أهل لولي. وكنا نزور بين الفينة والأخرى مجلس الشيخ عبد الله في دارته البيضاء، أو على الأصح في ظلها خاصة زمن الصيف، حتى خلال مقامه المتقطع في الدشرة، ونتمتع بما يدور في مجلسه العامر من أحاديث عن العلم ومكارم الأخلاق وسير الصالحين والنبلاء والأخبار السياسية، وكان هو لا يشارك فيها إلا بالقليل من الحديث، في خلوة دائمة مع نفسه كما عرفنا بعد، إذ هو مستمر في تلاوة القرآن الكريم السرع. كما كنا نزور القاضي إسماعيل والبابا الذي بهرنا مرة بمعرفته لأسرنا ونحن وفد مهم من الطلبة، رغم انتمائنا لمناطق بعيدة ومتفرقة. كما كنا نتردد على خيمة المرابط محمد علي والعدود التي سعدنا فيها بكرم ربتها النجاح من تددو المشاركة في العلوم التي ندرس، وكذلك على بعض الوجوه البارزة مثل الشيخ والجد في خيمة الوبر السوداء الكبيرة على التل الشمالي، وكنا نهابه كثيرا رغم انفتاحه علينا، حيث يستعمل أحيانا عصاه التي لا تفارقه لنقر كل من يريد مداعبته. وكذلك أحمد ولال محمد خلال فترات وجودك، ونستمتع بأدبه الجم وتبحره في الشعر، كما زرنا محمد والمحمد اليدالي في تيكته الجميلة التي تكاد تكون نسخة طبق الأصل من تيكات قصور تقانت المنقرضة، والتقينا عدة مرات بسليمان والشيخ سيدية الذي كنا نزوره في منزله الرسمي كنائب في المجلس التشريعي، وكذلك بن مختار. كانت للطلبة علاقات خاصة مع بعض الأساتذة يتعهدونهم ويراجعون عليهم دروسهم، وكنت ممن ارتبط لأول وهلة بأحمد المولود والدادة الذي كان شديد الالتزام والانضباط في مواعيده العامة والخاصة، فكنت أقضي معه وقتا يطول ويقصر كل أسبوع، وراجع معه استشكالاتي في الدروس كافة، ثم أرد على أسئلتي عن عالمي الجديد. وكان أحد المراقبين إبراهيم الممادي يسمح لنا شرط أن نظل صامتين بالتحلق مع الجيران حول مجلسه جالسين أو منبطحين على الأرض كل ليلة اثنين لنستمع لغناء سيداتي واللاب الذي سجل لأول مرة خلال نهاية تلك السنة، والذي زار بوتليميت بعد ذلك بسنتين واحتفي به كما يستحق. كما كانت عيشت من تلباي المشرفة الرئيسية على طعام المعهد تستضيفنا في منزلها بطرف الجنكة الشرقي، حيث بدأنا نتوغل في الجنكة ونرتبط بعلاقات حميمة مع بعض ساكنتها، منهم على الخصوص التاجر سيدي محمد المحم وزوجه الفاضلة زينب من الدحي، فقد وجدنا فيه أبا وصديقا يضع تحت تصرفنا مذياعة الذي بدأنا نكتشف من خلاله العالم الخارجي وأحداثه. وشهدت هذه السنة أحداثا جساما كان لها أثرها في مستقبل عالمنا الجديد موريتانيا، فقد اندلعت معارك جيش التحرير المغربي في الصحراء الغربية وامتدت إلى القرب من أطار في جبل تقل الذي أصبح عنوانا على تلك السنة، لتقوم القوات الفرنسية والإسبانية بعمليتها المشتركة لمكنسة إيكوفيون التي خلفت خسائر فادحة في سكان الصحراء، طالت الأبرياء والنساء والأطفال والممتلكات. ومن تداعياتها نقل مجموعة من أفراد جيش التحرير إلى سجن بوتليميت، أو بالأصح الإقامة الجبرية في بوتليميت، حيث كنا نزورهم ليحدثونا عن عالمهم جيش التحرير وعن المغرب وسلطانه وانتصاراتهم ضد الإسبان والفرنسيين. وكان معظمهم شباب من قبائل الصحراء
وجنوب المغرب حيث كان قائدهم الذي يفتدونه بأرواحهم بن حمو، وكان الأهالي يقدمون لهم الطعام والشاي والملبس. وبسبب هذه المعارك شاهدنا لأول مرة في حياتنا طائرات حربية صغيرة الحجم رابضة على أرض مطار بوتليميت ليست بعيدة من خيمة المختار والحامدون. أما الحدث الأكبر الذي شد الجميع إليه بوصول الوفود بسيارات الدفع الرباعي وليس الأمريكية آنذاك، فهي الوفود المتجهة إلى ألاج استعدادا لعقد مؤتمره في صائفة 58 و900 ألف، حيث اتضحت بعده معالم المولود الجديد الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي ستعلن في 28 نوفمبر من تلك السنة في ظل الاستقلال الداخلي، لتتوالى بعد ذلك المناسبات الكثيرة التي يتجمهر فيها الناس وخاصة القادمين من الأحياء البدوية الفرقان للاستماع إلى المبعوثين المكلفين بشرح الدستور وغيره من مشاريع المرحلة الجديدة. كانت بوتليميت آنذاك أهم حاضرة ثقافية وإدارية وسياسية بدون منازع، ومركز الثقل في البلاد كافة، ومركزا تجاريا يمول محيطه الشاسع، غير أن الغالبية المطلقة من السكان كانوا يعيشون حالة الترحال كبقية سكان البلاد، يتمركزون حول آبارهم، ولا يوجد منهم بالحاضرة إلا من تستدعيه الضرورة كالموظفين في قطاعات الإدارة المختلفة أو القادة الذين تستدعيهم مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية إلى الحضور إلى البشرة. ولا ينتقص ذلك من كون بوتليميت العاصمة الدينية والسياسية للتلارزة. ففيه مثلا نصب الأمير حبيب الأحمد سالم بلبس السروال الأبيض في حفل بهيج شهده ممثل التجمعات القبلية في الولاية ووفود من خارجها، وأحيته فرق شعبية عديدة وخطفت فيه بنجة الصنقة وبعض ألعابها الأضواء، بينما ظلت الجنكة متفوقة في أميغور. في سنة الدراسية 59 و900 ألف انتشرت بشكل كبير لدى الطلبة الأفكار الجديدة التي حملها الطلبة الأقدم من أمثال ديدي والسويدي من المدن الخارجية عن الأفكار السياسية المنتشرة آنذاك حول مشروع الاستفتاء على الدستور ورؤية حزب النهضة السياسية وحركة الشباب بالنسبة للاستقلال الداخلي. كما تسربت الأفكار السياسية من طلبة ثانوية روسو ومن أولئك العائدين من الدراسة في فرنسا أو من السنغال بمناسبة العطلة في بوتليميت، وبدأت آثار ذلك تظهر شيئا فشيئا لتبلغ أوجها في نهاية السنة الدراسية الموالية 59 و60، خاصة في بعض التململ من نظام التدريس وجوانب من الحالة المعيشية، إذ كان المثال الذي يراد اتباعه وبسرعة النموذج المطبق بالثانوية بروسو. وأدى ذلك إلى إضراب عام كان أحد أسباب إغلاق المعهد في نهاية السنة الدراسية ليستأنف المعهد دراسته سنة 62 و900 ألف بإدخال إصلاحات جديدة إدارية ومنهجية على غرار المدارس النظامية تحت إدارة بعثة العريب التونسية، حتى تحويل المعهد سنة 75 إلى إعدادية. وقبل ذلك لم يكن يقدم شهادة بعد أن أصبحت الحاجة إليها ماسة في الظروف الجديدة. لذلك طويت ولو لحين صفحة المشروع الطموح الذي كان يسعى لإقامة صرح علمي جامع بدأ بما يسميه أحمد بن عبد القادر محضرة وطنية مفتوحة. لقد كانت المعطيات كلها تؤهل المعهد لأن يتحول إلى جامعة إسلامية في الغرب الإفريقي الإسلامي، وهو أمر قد يكون تحقيقه اليوم أسهل بكثير من الأمس، حيث يعترف العالم الإسلامي وغيره بأهلية موريتانيا لتولي هذه المهمة، وعلى رأسهم الجيران سواء في الجنوب أو في الشمال. فالموقع متميز لوسطيته واتصاله المباشر
بالمدن والمراكز عبر الطرق وسهولة تأهيل النقل الجوي وتوفير وتوفر منشآت مساعدة كالمشفى. والساسة والمفكرون يجمعون على أن حاجة أجيال اليوم والمستقبل هي التعليم، وعلى رأسه التعليم الإسلامي الوسطي الذي يحصن من الانحراف والغلو ويقود إلى تنمية متوازنة تربطنا بمسيرة التقدم في العالم. هذا ما علق في ذاكرتي بعد مرور 60 سنة على وصولي إلى بوتلميذ، ولا يمكن أن أنهيه دون الترحم على جميع من ذكرتهم وغيرهم ممن عاصرونا ومن غادروا عنا هذه الفانية. ولا بد أن أذكر منهم ممن لم أذكر: سيدي الببكر، حماد الأمير، أحمد السيدي محمود وغيرهم. الحقيقة هذا من الذاكرة. هذا في هذه المناسبة أريد أن أترحم على أحد رواد المحضرة الذي حدثني عن رحلته التي تكاد تكون محاكاة لرحلة الشيخ سيدية، هو الشيخ محمد الحسين والحبيب الله. حدثني بها قبل أسابيع عندما قابلته في تونس، فقد انتقل من بعد أن أتقن القرآن الكريم ومقرأه في محضرة في أفطوط إلى تشجيع بحثا عن العلم، ومن هناك إلى تشيت حيث هذه كلها طريق الشيخ سيدية، وبعد ذلك إلى ولاتة، ثم بعد ذلك توجه وحتى الحجاز. الشيخ سيدية كما نعرف لم يتمكن من التوجه إلى الحجاز بعد عودته بسبب المرض الذي كان منتشرا في ذلك الوقت، فالرحمة والغفران له. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للوزير محمد محمود الودادي على هذا السرد الشيق ولا غروة. فمحمد محمود يمتع حينما يتعلق الأمر بمدينة بوتلميذ وخصوصا بهذا المعهد، هذا المعهد الذي تحضرني قصة انعقاد أول مؤتمر للدول الإسلامية، والذي كان المؤتمرون الستة من خريجي هذا المعهد الممثلون للدول الستة التي حضرت ذلك الاجتماع. لا أريد الإطالة وأحيل الخط والميكرو مباشرة إلى الخليل الطيب الذي ألفه والآخر هذه المدينة فألفته وحدث عنها في عديد الفرص التي تتاح له. أحيل الميكرو مباشرة إلى الخليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهادي الأمين. أنا في البداية أختار نقول على أن مع الشكر للجنة التحضيرية على أنهم مرطوني وأنا ما نبقي المرطة. قالوا لي بأنه مهرجان ثقافي بوتلميذ عام، ما قالوا لي مواضيعه، يعني لو أني كنت عالم على أن الموضوع في شيء يتعلق بالشيخ سيدية وآل الشيخ سيدية بعود حضرت تحضير ماذا هو بيلي لا نقول ما هو محاضرة، بيلي أنا جيت على أساس أن الله نعلق للشرف أني نعلق على محاضرة عميدنا احنا القوميين اولا، وعميد واللي طلاب معهد بوتلميذ كما لاحظتم الاستاذ محمد احمد الودادي. واذا الله يقول هون بحقه للشيخ سيدي العابر فقط، باللي نعتبر ان اي موضوعي حد موضوعي لا يتكلم في موري ثاني بشكل عام وبوتلميذ بشكل خاص لا بد ان يتكلم عن الشيخ سيدي. وانا للشيخ سيدي هون راني اجمحت وكبحت جماحي عن الحديث حولهم، إياك ما نتهم وهو اتهام مشروع بالانحياز لهم، لأن بطبيعة الحال من حاز لهم لأسباب معروفة وتاريخية. إذا نختاركم تعذروني أني قصرت بأن كان لا تعليق عام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهادي الأمين. السلام عليكم. في البداية أقدم إليكم أحر التعازي إثر وفاة الرجل الفاضل الشيخ محمد الحسين، راجيا من المولى العلي القدير أن يدخله في فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الإخوة في اللجنة التحضيرية لمهرجان بوتليمت الثقافي، وخاصة أخي الشيخ سيد عبد الله، على الدعوة الكريمة التي وجهت إلي لأتحدث أمام هذه النخبة وهذا الجمع الكبير الكريم عن ذكريات حلوة عشتها في مدينة بوتليمت، وعن علاقات مميزة ربطتني بأهله إبان دراستي في معهد بوتليمت. أتيت إلى معهد أبي تلميذ مطلع السنة الدراسية 73-74 بعد نجاحي في مسابقة دخول السنة الأولى منه ضمن دفعة من التلاميذ المنحدرين من ولاية العصابة من مقاطعة كيفة ومن بوم ديد وكنكوصة، وكنت رابع ثلاثة من مقاطعة قيرو من بين تلك الدفعة. حضرت إلى أبي تلميذ تنفيذا وتلبية لرغبة والدي رحمه الله في مواصلة وتطوير دراستي المحضرية بشكل عصري، فكنت قد حفظت القرآن الكريم في السن العاشرة من العمر، وأراد الوالد أن أواصل سيري في تحصيل العلوم الشرعية مع العلوم العصرية، وكان يرى أن معهد أبو تلميذ هو الإطار المناسب لذلك لأنه مؤسسة علمية لأسرة أهل الشيخ سيدية التي تربطنا بها علاقات تاريخية على حد قوله. وهنا سمعت منه لأول مرة تلك الأبيات التي ذكر الأخ العلامة إبراهيم مطلعها، عيد الوفود، وأنا عدت نتيجة للوعي هذا طاري نتحاشى ذاك اللي فيه اسم القبائل والمجموعات. تعرفوه. الحديث عن بوتليمت كمدينة وعن المعهد كمؤسسة تعليمية يستوجب الحديث عن مؤسس هذه المدينة الشيخ الكبير العلامة الشيخ سيدي الكبير، للترحم عليه وعلى أحفاده وأبنائه، خاصة مؤسس هذا المعهد العلامة الشيخ عبد الله فرحم الله الجميع، مع تذكير واستحضار لأدوارهم والإشادة بها، أعني أسرة الشيخ سيدي، ومع الاحتفاظ لهم ولأبنائهم وأحفادهم بالمكانة التي يستحقون في الذاكرة الجمعية للموريتانيين. لقد كان معهد أبو تلميت والله لقد كان معهد أبي تلميت أول صرح علمي وأول مؤسسة جامعية في موريتانيا فتحت أبوابها أمام الطلاب الوافدين من داخل البلاد ومن خارجها، فشكل مثابة أمها أبناء المناطق الموريتانية شرقا وضربا شمالا وجنوبا، فأضفى عليه ذلك طابعه الخاص وأعطاه قيمة علمية متميزة وأكسبه أهمية قصوى. لعب المعهد دورا رائدا في إحياء وتطوير ثقافتنا العربية الإسلامية التي حاول الغزاة طمسها باعتبارها أهم كنز من كنوز المعرفة عندنا، ونجح في تحقيق وخلق مصداقية وطنية وخارجية على مستوى شهاداته وبحكم نوعية خريجيه، بفضل القدرة الهائلة والمتميزة والكفاءة العالية لمدرسيه، خاصة جيل الرواد من العلماء الأجلاء الشيخ محمد علي العدود، مختار الحامد، محمد لبو مدجن، إسحاق المحمد، محمد يحيى العدود، محمد عبد الله الصديق، أحمد المولود والدادة، محمد الأحمد، وأحمد محمود السيدي علي. إضافة إلى كفاءة أساتذة عايشتهم مثل المرابط لليدالي، محمد الناجي والمحمد الأحمد، أبوه المحمد الطفيل، محمد المحبوبي، شكرود للشيخ عبد الله، سيد المختار والأحمد بوه. ثم كذلك بفضل جهود البعثة التعليمية من دولة مصر الشقيقة. فيذكر لهذا المعهد أنه تمكن من تخريج دفعات كبيرة من الأطور النوعية في كل المجالات التخصصية ومن كل جهات ومناطق الوطن، دخلوا الحياة النشطة وأسهموا في بناء وتطوير الدولة الموريتانية، وتقلد الكثيرون منهم مناصب سامية، فكان منهم وزراء
من ضمنهم أستاذنا الكبير وعميدنا كقوميين عرب الأستاذ محمد أحمود الودادي الموجود أمامكم، ومنهم الوزير الأول السابق الدكتور مولاي محمد الأقرب، ومنهم برلمانيون اعتلى أحدهم رئاسة الجمعية الوطنية هو المرحوم الرشيد والصالح الذي أترحم على روحه بهذه المناسبة، ومنهم شخصيات هامة اعتلى أحدها رئاسة المحكمة رئاسة المحكمة العليا هو أستاذنا وأديبنا ومديمنا الأستاذ أحمد عبد القادر، ومنهم كذلك ضباط سامونة اذكر منهم لوائين حاليين هما اللواء سلكو للولي قائد البحرية، واللواء محمد الشيخ والمحمد ريمين البرور قائد الجيوش البرية اللذين كانا من دفعتي في هذا المعهد وفي نفس الفصل. كما تخرج من المعهد مهندسون لامعون اذكر منهم محمد الخليف البياع وأحمد المحمد بدي، إضافة إلى أطباء وأخصائيين وصيادلة وأساتذة جامعيين وإداريين وقضاة. وكان من بين خريجي المعهد من تألق وعرف بالذكاء والتفوق في الدراسة الجامعية رغم الطابع المحضري لمعظم رواده. تعلمت بوتلميت بالنسبة لي ظل وسيبقى إن شاء الله مدينة العلم والعلماء وبيئة حاضنة للمعرفة والأدب والثقافة. تصدر أبناؤه المشهد السياسي وساهموا في بناء الدولة الموريتانية الحديثة، امتاز أهله بالكرم والاستقامة وبالجد والمثابرة، فيه العلماء الأجلاء والصلحاء والأولياء، فيه القادة والعظماء والنبلاء، منه شخصيات تجاوز إشعاعها المحيط الضيق لبوتلميت عايشتهم في تلك الفترة أهلها 74 أذكر منهم المظهور لهم بإذن الله سليمان والشيخ سيدية يعقوب والأبو مرجن محمد والشيخ والجدو، كنت أسمع عن الجميع ويوصفون بالثلاثي المتميز في الكرم في السخاء. كانت وفاته يعقوب الأبو مجان أنذاك أنا موجود، وكانت وفاته حدادا كبير لفت انتباهي كثرة الوفود اللي جاءت من خارج بوتلميت من مناطق موريتانيا في تعزيته. كانت لي ذكريات وهي اللي أركز عليها في المعهد، ذكريات لا تنسى. أولا درست على أساتذة أجلاء، كانت لي معهم ذكريات حلوة، أتذكر وأترحم على روح محمد أبو مرجن الذي كان يدرس مادة الحديث وكان عنده مدخل يطلق عليه بنافة عبارة عن مدخل للدرس بأسلوب شيق فيه مداعبة فيه توجيه، بالتالي أطلق عليه هذا المصطلح وعدنا عندما يدخل الفصل نطلب الأستاذ أعطينا بنافة حضرنا في بنافة. كذلك أذكر محمد أحمد المولود في درسه في النحو في الصرف وفي البلاغة وصرامته وهدوءه وقدرته على التوصيل. أذكر وبشكل خاص الأستاذ إسحاق المحمد، وإسحاق المحمد لي معه قصة خاصة. أنا في المعهد تعرضت الحدثين كادا يفسدان دراستي. الحدث الأول هو الإضراب الذي وقع 74-75 وأنا كنت صغير السن، وبطبيعة الحال بعد الإضراب واللي نتج عنه عمل غير مسؤول اتجاه مدير المعهد آنذاك اللي بالمناسبة ترحم عليه الأستاذ أحمد الممول، سجلت لائحة بأسماء المضربين، وأنا بحكم سني لست من المضربين لكني في الميدان لوحظ وجودي في الميدان. ومع الصباح استدعاني المراقب، أحد المراقبين أنا ذاك داول الشيخاني المحمل للطلبة، يسأل عن اسمي، هذا الاسم شنو علاقتك به، أنت اسمك الخليل، هل أنت من التشجج أو من المناطق المجاورة؟
وانا ماني 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 لكن قلت لكم ماني ماني متكلم عن القبائل، قلت وانا ماني من تجر الجو لاني من المناطق المجاوره، انا من المنطقه الفلانيه. قال لي هذا الاسم شنو علاقتك به؟ قلت له هذا الاسم سماني والدي ووالدتي، يقول سماوني الخليل، سميني على شيخهم، شيخهم منهم الشيخ ابراهيم الياص. قال لي اذا انت 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 كان من المقرر ان يتم طردك مع التلاميذ اللي تقرر طردهم اليوم، لكن انا احميك وابتداء من الان المسؤول عنك. هذا الحادث الاول. الحادث الثاني مع دوتيميت، لمن لا يعلم كانت فترة الدراسة فيها 4 سنوات، وبطبيعة الحال سابق وصول الطريق كان الوصول لشاق وكانت الظروف صعبة، رغم من دخل أبو تلميذ أنه يهوان عليه ذلك. ونتيجة لأن المعهد أصبح ساحة للسياسة، وهذا لا نتكلم عنه في نقطة أخرى، وللسياسيين إدارة المعهد ممثلة في أحمد رحمه الله والبمون نتيجة لذكائه وحنكته قرر أنه من أجل أنه يشغل الطلاب عن السياسة قرر أنه لا في وسط السنة مارس على ما أعتقد أنه لا يعد الامتحان، وعلى أن المتفوقون لا يتجاوز لهم سنة، وهذا حلم ما كل طالب يحلم به. حد كان لا يعطي 4 سنوات إلى عودة للسنوات، وبالتالي كنت بطبيعة الحال وبكل تواضع ماني من الطلاب يضل بعد كانوا عدلي لباس به. عدلنا الامتحان، وذات يوم جاء المدير مع عبد الله بن الله رحمه الله ودحمان مدير الدروس وعرضوا النتائج. فلان انت تقرر تجاوزك لين لحقوا اسمي. قال لي احمد الممون انت متجاوز بحكم المعدل، لكن نتيجه لسوء ادبك تقرر ان انا الحق ما نعرف الاسباب. الحقيقه تأثرت ورجعت للمساكن، وإحنا ساكنين في القسم الداخلي. ذات يوم بعد 3 أيام مشيت نصلي الجمعة، من ضمن أساتذتنا أساتذة مصريون، يدرس واحد يدرس رياضيات وواحد يدرس مادة العلوم، في واحد قال له عادل درعوا الإخوة لهم التلاميذ، وأنا دائما نتائجي ماني ما عندي مشكلة في النتائج. لين خرجت من المسجد أخذ بيدي قال لي أنت مشكلتك شنو؟ قلت له ما نعرف. قال لي أنت مشكلتك فلان وفلان، أحد الأساتذة اثنين من الأساتذة اعترضا على نتائجك وبالتالي تقرر. مشيت للمعهد، جيت للمعهد من المسجد، وفي الحقيقة ما نعرف الصورة اللي أنا فيها، وقلت لأحد الإخوة اللي معايا أكبر مني سنا أنا قرر أني لا نستقي بي اللي لن أقبل أن فلان وفلان. سميت بعض الطلاب اللي عرف أني جاوزوا إذا لا نقيس نواكشوط ونحضر بريفة حر. قال لي لا، أنا لا ننصحك بأنك تقيس إسحاق والمحمد وتقول له كذا وكذا، لقل لي حجة. إسحاق فعلا هو رحمه الله هو 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 مسؤول وكيل وكيل كل حد وكيل، لكن هذا الاجتماع ما حضر له لأنه ذيك الفترة عنده نشاط في الهلال الأحمر. ذيك الحجة اللي قال لي الأخ احتفظ بها إلى الجمعة الموالية، وكالعادة لين يصلي الجمعة نمشوا معاه بعضنا مشوا معاه إلى المنزل. كيف مرافقتنا له من الفصل قايس الدار رافدين له كتب. مشيت معاه لين عثمان بعيد من الدار، قلت له استاذ انا جايك اليوم لاهي نوادعك خيرك. قال لي عنده كلمات خيرك. قلت له انا جيت مشاني والدي المعهد بوتليميت على انه معهد للقران ومعهد الشيخ سيدي، هذا هو الاساس اللي جيته على اساسه. اليوم عرفت المعهد بوتليميت انه معهد الاتجاه السياسي بذاته، وبالتالي قررت اعلني نستقيل ونمشي. قال لي اجلس والله ابقى، انت من قوم نحترمهم كذا نعزهم حلفاؤنا ستتجاوزوا، وهذه الكلمة ستتجاوزوا رغم انوفهم. جيت للمعهد والاخ اللي لقني الحجه واللي اكبر مني في السن محمد امين البيين قال له، قلت له انا لقيت الاستاذ وقلت له كذا وكذا. قال لي خلاص اعمل، قال لي اقبل، قال لي دروس زملائك اللي تقرر انه تجاوزوا شهر السنه الثالثه ذيك الساعه قال لها فاتوا بدوا الدروس انقذ دروسهم. قلت ما اقدر انقذ دروسهم. قال لي اللي قال لك اسحاق دور يعدلوا، وفعلا كان الامر كما تقرر. جاء اسحاق اليوم الموالي لاداره المعهد قال لهم هذا الولد تلميذ ذكي ومن جهه كذا وانا هو وكيله وخلي كذا، وهذا
حتما يتجاوز. قالوا له هو معترض لفلان وفلان، قال له حتما يتجاوز، يا انا يا انتم انا استقيل. والحق يقال ايضا على ان فهم اساتذه تعاطفوا معايا وتعاطفوا معه ودعموه، منهم محمد يحيى العدود، ومنهم استاذين واحد من اهل العيون كان هون قال له احمد المصطفى، دعموه في الموقف، بالتالي شكل موقفه نقاش ودعموا عبد الله البلب. يعني عبد الله البلب رحمه الله تعرفت عليه كصديق لاخ عندي كان مدير الاعداديه يسلموا لبيبه، تعرفت عليه تالي دعموا موقف اسحاق وتقرر على ان يجتمع مجلس التاديب الجديد ويناقش الموضوع على اساس على ان هذا الاجراء اللي عاد كان القصد منه تاديب تلميذ انه عاد عنده جانبه السلبي لانه لا يسبب في استقاله التلميذ، وبالتالي هذه كانت هي العجله. قرروا على ان نتجاوز، غير انها لا تعلن الا بعد اسبوعين او ثلاثه يتم خلالها مراقبه سلوكي اتجاه نداني. هو قال لي لا كل شيء عدلوا لك الاستاذ الفلاني والاستاذ الفلاني لا تتكلم خلاص. بعد اسبوع عيطت لي الاداره وتقرر اني نتجاوز وشاركت بريفه وكنت من الناجحين فيه. اذا هذا الموقف لا انساه لاسحاق والمحمد، لانه قطعا ضمن مستقبلي. كنت اليوم قد نعود تائه، كنت اليوم قد نعود، وحتى اني جاني تفكير اني لا استقلت اني ما اقدر ارجع للاهل، لان يعني الوالد يدور يعاتبني ودور كان قدامي لا نعود كيف الاخوت الكاملين يقيس سنه قال والله يقيس التجاره يا اخي. اذا هذه هذه هذا النوع من المواقف وهذا النوع من الاحتضان. كذلك مجينا هون للمعهد انا والمجموعه اللي معايا الاربعه السنه الاولى مشان المرحوم هارون المحمد هارون الشيخ سيدي النجوم، طبعا يفسع مات يدرس المعهد عاد معتك في عدل التأليف، وجينا في الدار اللي المسجد وقال لنا ندوركم انا مناديكم اليوم الفلاني يوم العطله دوركم ترجعوا لي بعدين يتعرف علينا. طبعا نادينا لا على اساس انه من جهه معينه وحدث عن ياسر من من من, من العلاقات وعن وطرح لنا اسئله تتعلق بالتاريخ وبالانساب. بطبيعه الحال ما كنا على مستوى اجابته. يعني عاد اليوم اللي راه يجوا فيه جاوا معنا اثنين من الاخوت محمدين البيا واخ ثاني اكبر منا كان هون قالوا السيد الحسين العمار، وعادوا جيبوه على سيرته اللي المهم انه استدعاؤنا لك واحتضاننا وتوسيعته علينا وهذا دار شرتكم وهذه مدينتكم انها من الامور اللي بقات في ذاكرتي. الموضوع الثاني والله الشخصية الثانية هي محمد بن مختار. محمد بن مختار كان بزر المعهد سنتنا الثانية مشان عن طريق محمد اللطفي، محمد اللطفي اللي يقرأ معنا وقيدنا معاه، وزاد هو الآخر تحدث عن علاقات وقال لنا بلد بلدكم هاي الدار داركم، والتفت إلى منيار. منيار يكسع ما نعرفه لأنه في الإعدادية لا نشوفه، هذا أخوتك ووصى علينا. طريف الأمر أن بعد فترة ما هي طويلة خلق احتكاك في المعهد في القسم الداخلي بين احد الاخوه من قاعد قرو واحد الاخوه من مقاطعه اخرى، وتم التغلب على 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 على, على, على صاحب القرو لا هو انا. دخل محمد الطفيل تدخل السريع وحسم المعركه لصالح لصالحه. يعني هذا نعتبر انه من تاثيرك الوصيه اللي طاح احمد بن. الشخصية الثالثة اللي احتضنتنا بالعجلة لحقنا هون قدامنا الدكتور مصطفى سيدات. مصطفى سيدات اللي يعرفوا أنا لأنه المجموعة اللي ينتمي لها شكل امتداد لي وأخوتي أولادهم مشانا جينا وقيدنا معه. العاد الأسبوع الآخر جانا المراقب أعتقد أنه أحمد المنيل اللي لا نتكلم عنه وطانا تفتر فيها سامينا احنا يلقروا وسامي الولايه العصابه. قالنا لا يتقيسوا المستوصف بامر من الدكتور سيدات، يعتبر على ان هذه منطقه العصابه والمناطق المحاذيه لها على انها فيها وباء مرض معروف البلهارسيا عسر البول، وبالتالي لحقوا فينا كاملين اذا نتواها عنا. كذلك من الشخصيات اللي بقات في ذاكرتي
ذوك المراقبين الشخصيات اللي يلعبوا دورهم واللي يلعبوا دور المربي ودور الموجه بالأدب وبالاستقامة على رأسهم أحمد المنية، على رأسهم إبراهيم والسيد عبد الله وإسماعيل البهدة ومحمد سعيد والطالب، هذو مراقبين معروفين في المعهد، وهم هذو بالذات ثلاثة اللي هم اللي دائما يجوا للقسم الداخلي ويراقبونا بقاوا في ذاكرتي، الأدب والسلوك والتوجيه. إذا نعتبر بالإضافة إلى أن بوتليميت أنه له 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 الفضل في تشكل وتبلور الوعي السياسي عندي وعند ياسر من الموريتانيين، والأول منهم عميدنا محمد أحمود، أنه محمد أحمود كان يحدثنا عن 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 تباشير الوعي السياسي عندهم. ذكر قبيل قضية المذياع وإذاعة القاهرة، إحنا أيضا هون ما هو لا القوميين، بوتليميت كان قلعة من قلاع الأفكار السياسية، منهم انطلقت الأفكار السياسية، كانوا هون الكادحين، كانوا هون البعثيين، كانوا هون الناصري. أنا شهدت فترة 74-74 نتيجة قدرة البوتليميت على الاستقطاب وعلى الاحتواء وعلى الانفتاح، ما تمكن بسرعة على أن ندخل البيوت وتفتحنا البيوت تيجي الزملائنا اللي معانا. وتالي ما عادت 74-75 عقب، خاصة عقب تميم مفرما، اللي عاد بوتليميت بالنسبة لنا يشكلوا فيه الانتشار، ونعتبر أن الحركة السياسية الناصري بطبيعة الحال أن الحركة السياسية الأقوى فيه. لذلك أنا ما قطعت الصلة به، كنت نجيه في مهمات الخاصة، وبطبيعة الحال في عوامل ثانية ذاتية خلاتني الصلة تستمر. علاقاتي به تجاوزت دائرة الانتماء الضيق إلى شخصيات من أبناء بوتليميت، أطر وجهاء، ومنهم وعلى رأسهم فقيدنا كاملين محمد الهارون. محمد الهارون تعرفت عليه في سنة 86 يوم كان أحد مرشحي اللائحة البيضاء في نواكشو، ونتيجة لأنه الهارون والشيخ سيدية كان عندي قابلية للتعرف عليه، وبالتالي انطلقت العلاقة من فم. وهذه العلاقة نتيجة العوامل الأخرى أنها تتجاوز والله تمتد إلى آخرين. إذن أنا نعتبر أن البوتليميت على أنه وعي وشخصيتي المتواضعة، ولكن اللي عندي من الوعي على أنه انطلق من معهد بوتليميت، وهذا كامل يعود للفضل فيه المعهد بوتليميت. فما الصلاة الحقيقة ياك بعض نختم على البوتليميت اللي فيه كامل من الشيء مفيد، وما فيهم اللي ظواهر غريبة عندي ساعة مجينا لهم ولا إنه وقت مجينا إن أهل الظواهر لفتوا انتباهي ساعة. أنا سمحوا لي جاي من مناطق متخلفة، أهل الظواهر ظاهرة الأولى أني أنا مشيت من بلد منطقة البير فيها والله الحاسي عبارة عن ميطر وقفة والله اثنين، انتموا نهار في المعهد القسم الداخلي اللي نسمعنا أصوات كنا شاكين الآخرة قامت لهو، قالوا ذاك البير لهم الحيوانات هي اللي تمتاح، هي اللي تجبد الماء، مرة جمل مرة حمار. إذا الفت انتباهي طول الحاسي، هاي الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية اللي ندخل السوق، أنا مشيت عن المرأة شورة المرأة متخلفة لا من قبرها إلى لحدها، جينا هون في السوق اللي فت انتباهي على النساء هم اللي يتولوا عملية تسويق اللحوم. هاي دعين عقب منين عد عندي وعي نعرف أن هذا نتيجة للوعي. ونتيجة الظاهرة الثالثة أني لأول مرة نشوف راجل عدى الكسكس يبرم. أخيرا موجه تحية صادقة إلى أهل بوتليميت وإلى القائمين على هذه الندوة، وراجل الاستمرار ومقترح على أن نعمل كاملين على أن معهد بوتليميت أنه يتحول إلى جامعة، لأنه رصيد للموريتانيين كاملين. كيف قلت؟
نشئت من الدولة الموريتانية، الأطر الموريتانية معظمهم تكون من هون، ما عاد بوتليمي تحافظ الهوية الموريتاني، ما عاد بوتليمي تحافظ على الثقافة العربية الإسلامية في هذا البلد. وبالتالي قناعتي راسخة فلن هذا المدد سيستمر، ولن بوتليمي سيظل منطقة إشعاع وقلعة إشعاع علمي وثقافي. وهذا مختتم به وشاكركم، وراني هذا كامل يرجع الشيخ المواكشون دور نعاتبه لأنه مرطني، تالي سمحوا لي. شكرا للأستاذ الخليل اللطيب على هذه المداخلة الشيقة والتي امتازت بالطرافة، ورانا سقرينا من التقصير اللي قلته نحن ما لاحظنا، ولين حين الخط مباشرة إلى المعقبان، أولهم الأستاذ الكبير أحمد دول عبد القادر. شكرا للمحاضر والمحاضرين، شكرا للمحاضرين، فقد أجاد وأمتع. أنا بدوري راني أحيي وأعزي أهل الشيخ محمد الحسين، أرجو له الرحمة، وشهادة قد لا يستوي الناس في فهم في الاطلاع عليها، الشيخ محمد الحسين يعرفه الجميع كمحسن من الدرجة العالية من المحسنين الكرماء، لكن كما أشار بعض المتكلمين هو محضري جيد أصيل، له زاد من الأدب والعرفان لا يستهان به، رحمه الله وتغمده الله ورحمته. عندي بعض الملاحظات، لما لا أدري هل يتسع لها الوقت سأتي بما ما قلت منها. الملاحظة الأولى، الشيخ إبراهيم المفتي قال عن 1856 هو مؤتمر ثندوجة، المؤتمر اللي جاء أحد من إمارة دوعيش ترارزة البراكنة أدرار، التنسيق مواقف توحيد الإمارات وتوحيد مواقفها ضد النصارى اللي لحقوا أرض النهر. عقب هذا التاريخ 100 سنة هو إنشاء المعهد، وهو في نسق منسجم، الحدث الثاني في نسق منسجم جدا مع النسق الأول. وهي هذه ملاحظة تستحق التوقف عندها وتأملها. والذي يستنتج منها أن بوتليميت والشيخ سيدية وأهل الشيخ سيدية والمنطقة لهم دور ريادي طليعي في تأسيس موريتانيا المجتمعة غير المتفرقة. الحدث الأول سياسي والثاني معرفي محضري. ملاحظة ثانية، بعد الاستقلال مباشرة، استقلال الدولة 1960 اللي عدلت الدولة، المعهد هو التأميم أمم، والخلفية عنهم كانت مختار رحمه الله رئيس الجمهورية المؤسس يرى أن كل شيء يجب أن يدخل في ضمير الجمع الموريتاني، ولا يترك شيء إلا ليخدم الضمير الجمعي، يعني المعهد يكون تابع للدولة والإمارات تكون تابعة للدولة أو تختفي، يجب أن يكون السلطة الجامعة الموريتانية هي فوق كل اعتبار. هذا هو اجتهادهم، لكن من المؤسف أن المعهد أمم ولم يؤسس معهد مكانه، كان يمكن أن يؤسس معهد مكانه وما زال يمكن تأسيسه. هذا نكوص إلى الوراء. طيب، شخصيا ذكرياتي أمتعتني كثيرا ذكريات الأساتذة المتكلمين قبلي عن ذكرياتهم مع عن المعهد. أنا أيضا مكثت فيه من 62 إلى حتى 64، وعندي وفتح لي هذا الحديث شهية كثير من الذكريات لا يتسع لها الوقت. يمكن أن أتوقف عند مثال من طرائف الأساتذة
محمد ولد الشيخ أحمد ولد أبو مدينة رحمه الله، ونعم الأستاذ ونعم الأديب، كان يقول إن بنافه يكتب له أستاذ الحديث، يكتب حديث، يكتب له حديث على السبورة، ولكن قبل دراسة الحديث يعطيهم درس من الأدب العربي، قطعة من الشعر الزين العربي، ويشرح لغته ويقولهم بسم الله ينقصوا الدرس. مثلا خالق أعطيه نموذج من بنافة، بنافة بعنوان حاجب بن زرارة، رجل رئيس قبيلة تميم في الجاهلية، أجدبت أرض لتميم فذهب إلى ملك كسرى وطلب منه ميرة بحمولة 1000 بعير من الميرة لإسعاف أهله، قال له تقربني حتى إذا أخصبت بلادنا قضيناك دينك. فقال له ملك فارس ماذا ترهن لي؟ ما هو الرهن المتروك عندي؟ قال له رهن لك قوسي، هذه قوس النشاب هذه. قال له سأخذها رهنا وأعطيك ما تريد لأمتحن وفاء العرب من عدمه. وذهب بها وبعد وأوصى أولاده أنه إذا مات وأخصبت الأرض أن يقضي الدين لملك الفرس ويجيبوا القوس ويدفنوها معه. وكان ما كان وصارت تميم تفتخر بقوس حاجب بن زرارة مفخرة. بعد 300 سنة من هذا الحدث أبو تمام يمدح أحد أمراء والله وجهاء بني شيبان وهم في منافسة دائما مع تميم، فقال له استخدم معركة ذي قار التي هزم فيها بنو شيبان الفرس، قال له إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقبي فأنتم بذي قار نمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. هذا نموذج من بنافة محمد رحمه الله. أنا سنواتي في المعهد بعد الأستاذ ودادي وقبل مجيء الأستاذ خليل وبعد التأميم مباشرة. والمهم فيها أنه كان يمثل قفز محاولة العصر التطعيم للمحضرة بالعلوم العصرية. هلا محمد عالي وأستاذ الحديث والأدب محمد أبو مدينة وأستاذ الفقه والنحو والجمع محمد يحيى والعدود ووالده، لكن أحمد مولود ولداده أحمد المختار يدرس الجغرافيا والتربية المدنية. أتذكر من دروسه درس يحدثنا عن الدولة والسلطات وهي الثلاث، الدولة العصرية الحقيقية عندها ثلاث سلطات تشريعية وهذا كدرس. ودرس آخر بسيط مثلا إذا دخل أحد إلى الدار دار قادم إليها إن وجد الباب مفتوحا يدخل ولا يقفل الباب لأنه مفتوح يترك مفتوح، وإن دخلها والباب مقفل يفتح ولكن يرد قفل الباب. كان نموذج بالتربية المدنية. كان منوع، وكان فيه أستاذ الرياضيات مد محمود ولياتي القادم من المملكة العربية السعودية من ولاد طلحة. إذن كان فيه ازدواجية لها بدلوها. أيوة، ملاحظة أخيرة عن بوتليميت. بوتليميت كمنطقة وكمدينة كمقاطعة قلت إنها طليعية وريادية في كثير من المسائل وقالها المحاضرون، لكن حجمها الآن ليس حجمها في الماضي. مثلا هي الركيز فرع من سكان الركيز مقاطعة كاملة، هذا أصلاً تابعين لبوتليميت. بعض نصف سكان وادي الناقة كانوا من بوتليميت، حوالي نصف سكان مقاطعة البراكنة من بوتليميت. صيبه شباب الشباب
حوض النهر طبعا تابع له. وهذا جزء من أهميتها أو إشعاعها أو السكاني والعلمي. حالا إذا نظرنا إلى كيف حال أبو تلميذ الآن، إذا سألنا أحد هي حالها الآن، هي مقاطعة من البلد العزيز اللي قالوا موريتان، ما فيها الزراعة والمواشي نادرة ورجال الأعمال قليلين، والله قليلين حتى، ولا عندها من المصادر القوية، ما هم مصدرين قالتها توعاهم وتستخدمهم، واحدة الماضي المعرفي الذاكرة المعرفية العلمية الثقافية، هذا مصدر قوي يحافظ عليه وينبعث من جديد ويطور. والمصدر الثاني القوي هذا المدي تحت السراب بحيرة. لماذا الشباب هم المهندسين والمهندسين الزراعيين والمهندسين البيئة ما يعدوا تجربة لعالم كامل يحول الرمال إلى رمل إلى أرض خصبة؟ لأن اختير شبابنا اللي ما عنده واحد بالثقافة يعود عنده طموح للتنمية التحقيق الزراعة مثل ما الشمس عاطية طاقة، هذا باش تعود بها زراعة عيش منها هذا التراب فقراء وعايشين على اللي جيهم من المهاجرين في الخليج وأمريكا، والله اللي يراهم الموظفين الصغار اللي الفاقة خارجة مثلا عنهم يفكروا الشباب وعندهم طموح لإحياء علومهم وإشعاعهم الثقافي وتقويته كما فعل الجدود، ولا نبقاو نتكلموا عن الجدود ونخلوا احنا دورنا ما عدلنا. والثاني استخدام هذا المعدن النفيس اللي ينقاد والماء اللي تحت كل زيرة تحتها ماء وكل قود الماء تحته. المهندس ولاني من المهندسين والمهندسين الزراعيين والمهندسين البيئة يستفادوا يحسنوا ظروف معاش هذه المقاطعة اللي في حالة فاقة وحالة ضيعة وفقر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا للأستاذ أحمد دول عبد القادر، وختم بهذه الدعوة الكريمة وفي محلها بدعوة لأصحاب جمعية وتلميذ صاحب التنظيم هذا المهرجان للاهتمام بالتنمية والتركيز عليها. أحيل الخط مباشرة إلى المعقب الثاني عبد الله والإبراهيم والسيد عبد الله لتعقيبه هو الآخر على هاتين المحاضرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وفاصلة وأتم تسليم. أولا شاكر هذه اللجنة التحضيرية لمهرجان بوتلميذ الثقافي وعلى رأسها أخي الشيخ دكتور الشيخ السيدي عبد الله. وفي الحقيقة التعقيب هذا الناس ما هي فاهمة معناه، ويعود استدراك ويعود تكميله ويعود رد على الاستشكال ويعود افتتاح آفاق شيء جديد. وهذا لو كانت الأمور مثلا على المفهوم اللي فاهمه الناس العموم ما تعود هذه الجماعة قد يعقب عليها حد كيف تيان. وأولا محاضرة شيخ إبراهيم الحقيقة نتقت لنا ياسر وأشادت وأفادت واستفدنا منها ياسر، وذكروا أمثلة الشيخ سيدية في التوحيد ما خارج شيء أصرح في التوحيد من قولته في واحدة من قصائد التوسلية اللي كان هو الشيخ إبراهيم يقول: فالأمر أمرك، لا مستقدما أجلا عما تريد ولا مستأخرا أجلا، بل قسمة سبقت بالعدل في أزل والسابق الأزلي لا يقبل العلل. فما خارج شيء واحد منه لا صح. المسألة الثانية حبذا اللي جابونا أمثيرا مولي من الشعر هو اللي ما هو في هذا المجال، كيف تنصيحته يا معسر الإخوان دعوة نادبي إلى الحق والمعروف ليس بكاذبي، اللي طبعا ما عندنا الوقت ترك الحكاية كاملة، كيف بعض نسيب النادر، كيف قولتوا أنشم تبارقة من نحو ذي عشرين حيث التقت بالروابي طلية الحدبي، معالم كنت في أعلى معالمها تختال بين حلال اللهو واللعب، يسقيك شرخ الشباب في مراتعها بين اللي دينك وأس الوجد والطربي. هذا الحقيقة من الشعر المحض اللي زي واللي يدل على أهليكته هو الكاملة وشمولية ثم اللي شخصيته في المجالات كاملة. كذلك بوتليميت عنده خصوصيات منها عنه حضرا دماجية فيه ياسر من الناس متآلف ومتخاوي ومتعايش، ولا بالدورة عنه من عرق واحد ولا من قبيلة واحدة، بالتالي قد تقطع خطوة بعيد من
الحضارة ومن الاندماجية ومن التآخي ومن التآلف ومن فهم الأمور على حالتها ومن وضع أسس مولي للتعايش ما هي لا حد أنها مدة تعود أولاد عم والله من قبيلة واحدة. المسألة الثالثة تطرقهم البعض نماذج اللي قال الشيخ سيدية اللي هو حلقة مهمة من تراث البلد الأدبي، هذا اللي قال الأسرة الشيخ سيدية من الشعر ومن اللغنة، حلقة مهمة من تراث الموريتاني ما قد تخطف أدب موريتاني. كنا نبقوا نماذج من فرائد، من فرائد اللي قال للشيخ، معناه هذا المقط قال حد خاطي، وهذه موجودة هي الفرائد من ناحية البلاغية، قال الشيء ما يقوم غير مقامه، كيف تقول الكوثجير لو أن عزة خاصمة شمس الضحى بالحسن عند موفق إلا قضى لها، يلو قال عند قاضي ما يجي المعنى، يلو قال عند محكم ما يجي المعنى، لابد من التوفيق. مثلا هناك فرائد ما حسب علمي ما انقالت لحد من الممدوحين خاطي الشيخ سيدية، وعدنا عليها أمثلة كثيرة، منها قولة الشيخ محمد دول الحنبل لهم حاجة بالكني حيث تمكنت لكعبة غري المكرمات القواعد، ما في عبارة يغني عن هالشيء، لهم حاجة بالكني حيث تمكنت لكعبة غري المكرمات القواعد، وناست بآذان المعالي شنوفها ونيطت بأجيال الجميل القلائد، وحيث حمام الدين تصدح شجعا بناظر أعلى أيكها وهو آمد، وحيث المضاف الجائش النفس مفرع على قلبه سجل من الأمن بارد، وتكسى العراة الشعث عصبا منمنما وتلقى لأيدي المرملين الموائد، هنالك بحر صاحب الخلق داعيا إلى الورد فانقادت إليه الموارد، أتته البرايا راغب ثم راغب له ذائب أو وافد ثم وافد، فلا وارد منها يزاحم صادر ولا صادر منها يزاحم وارد. أما قط قاسي كيف. المسألة الثانية قولت المحمدي في القصيدة اللي حكى منها الشيخ إبراهيم قبيل مقطع، ذاك المقطع زين ومادح، غير هي مقطعها اللي ما نقاسي كيف، ولا امتن منه ترخيص ولا شمولية. يا راكبا يدنيه ساحة بابه تقريب دامية الأظل رسومي، افشر سابق بعد قاعدي افشر، فقد يممت ممن ينحوه ويظفر بنيل مؤمل ومرومي، إن سائلا يممت بحر مواهب أو جاهلا يممت بحر علومي، أو مشتك من ذي عداء مظلم يممت رفع شكاية مظلومي. وقد من الحسان يقولوا عن الراجل في دبي الله الخوف والاطمع وضع القراية، وهذا كاملين وشبرا على هذا ما خارج شيء أمدح منه لا أمتن شمولية. من ذلك ما اللي قولت لأحمد دام في القصيدة القبيلة شكر منها الشيخ إبراهيم شي طنب في كرام الشيخ سيدية، وهو خارج نوع من الاطناب إلى حق الله الحيرة، قال الشيخ محمد سالم العدود عن الشاعر ومن أن يبدأ موضوع ويجيب ذاك اللي في شعبته كامل ويبقى الوظيفة أخلاقي يتحير، وقال عن خلقة الجرير عنه جاب الأوصاف الغزلية كاملة في قصيدته الفائية، وانظر خليلي بأعلى ثرمدا ضحى إلى آخرها بعض، عنه منين قالها ما من اللي بردت أخلاقه، عنه قال ما استحسن الناس من شيء يروقهم إلا أراهم ما عمرين فوق ما وصفوا، وعنه من اللي خلقت قال عنه محمد للطلبة عنه مثلا في قصيدته عنه قال منين باطل، قال ذاك اللي عنده كامل ولا بردت أخلاقه، قال ما حبت النفس شيئا وعلقت بها ولا بدا لي شيء بعدها حسن، وعنه هو نفسه الشيخ محمد سالم في رثاء سليمان عنه قال ذاك اللي كامل تفقد، وعنه ما بردت أخلاقه قال ماذا أقول وقد تناهت شرتي وتناولت ذهني يد الحدثاني، حتى ولا أحمد دام طنب في جانب من حياة الشيخ وهو الكرم، منين قال فيه اللي عنده كامل ما بردت أخلاقه، قال حارة أناس بجدوى حاتم ولقد نرى سخاء كمال الدين قد غلبه، معناها عنه مثلا اللي أغي فيه من الكرام كامل ما يلحق له وقع سير عالي. قالوا للسالم قصيدته اللي قاع الناس شايدة به منها بيتين ومادحين، قال حوت ما دون مرتبة التنبي يداك من المكارم والمعالي، فأنت إذا من الثقلين طرا بمنزلة اليمين من الشمال، هذا ما هو مدح من قولته ورثت المصطفى خلقا وخلقا،
كذاك ورثته محو الضلال. تأمل أيها الرجل المناوي وتشحد ما تضمن من خلالي. إذا ما العام جر على البرايا كلاك له بأعباء ثقالي. وأسلم كل ذي رحم ذوه علانية وأدهش كل بالي. فأحنا ما يكون يدا تجده وأندى ما يكون على الضيال. هذا ما خارجش من مدح فوق. قال عبد المالك الإمام هم عايدين الشعراء عندهم شين قالوا النسق وعندهم شين قالوا التسبيب يروق يردوا ظواهر لأسبابها. تباط يتخمم في نشأة الشيخ وفي ماضيه وفي تربيته وفي حالته. وقال فيها الإله يقول اذكر نماذج من صفاته كاملة. منين يجيب الخلاصة؟ قالوا الناس معادن كيف للشجار. وهذا ما قطن قال مشتري الحسناني شيف علمي كيف ومدح. والناس معادن كيف للشجار باين بتاو خايم من القلية ويلي في الحلو ما يقد يمرأ وبجوك ما تغيروا الماشية ولا يمكن تدغوص من الأتمار والقمح ما تنبتوا الطعمية. هذا مهلا ما خارج هذا وشيء ولا أمدح. إذن هذا فيما يخص تدخلي في محاضرة الشيخ إبراهيم. فيما يخص تدخلي في كلام الأستاذين الفاضلين محمد أحمد الودادي والخليل الطيب المعهد في الحقيقة أشاد فيه وأفاد وأعطانا ياسر من المعلومات والأمور اللي ما كنا صايبين عنها وشاكرينهم عليها. وكأن حقيقة تعتبر توثيق تاريخي المسائل المهمة. والخليل حقيقة باطن ترش عن أبياته إلى ينوبهم عنه. هؤلاء أبيات حقيقة مرهم عن الشيخ سيدي بابا قط قيل عند فريق من تشكان أهل بالمهاريز وكرموه وقال لهم أبيات قاع خاصين بهم. قال أقول للركب فوق الريع من بيري أبي المهاريز دار المجد والخيري. يا ليتنا كل يوم نازلون على حي وبير كهذا الحي والبيري. سأله أحد الحاضرين قال له حقيقة قال له الشيخ من رأي كان العرب تعد بيتا واحدا شعرا. هذا بعض في شد الأخبار هو مرجعية في كل شيء. قال له يا كمل فيه المعنى وسمية فريدة. قال له كيف تاش؟ قال له كيف إذا قلت أنا لكم أنتم عيدوا الوفود إلى دل وإجا كانوا وليس ذاك حديث العهد بركان. بيت اكتمل فيه المعنى كأنه جاب تاريخهم وحاضرهم ونوه بالحادثة اللي حالا مذكور فيها. ورا ذاك دار قام به إبراهيم للشيخ ودار له بيت أخر. قال وفي المآثر من آثارهم طرق وعندهم لمحال المجد إمكان. قام محمد علي العدود ودار بيت وقال وهم أسود لدى الهجاء ضارية وهم لكعبة بيت المجد أركان. قام محمد لابو مدينة ودار بيت رابع قال وحيثما كان مجد كان موطنهم يسوى حد افتحها ويسوى ضمها وعندهم لمحال المجد إمكان. شو كان ولو يكون مقر المجد شو كان. وفيما يخص مداخلة أستاذنا وعميدنا أحمد عبد القادر ونائبنا في الحقيقة شهادته وأفادته هو دائما ما ينسر بعد لدى بقاع في أي شيء لا يتكلم عليه سواء كان موضوع ثقافي وسواء سياسي. واللي فيها بعض من النكت عن حاجي بن زرارة هذا طالع من علي التميم قطع الشيخ يا غير كأنه أهله ما تلاو يعرفوا اسمه راضي القضية لشهرة الحادثة عادين. قالوا راهنوا القوسي لإما. السلام عليكم ورحمة الله. بعد يبدي أشكر جمعية بتلميذ للثقافة والتنمية لهذه الدعوة الكريمة. أشكر المنظمين وأشكر الحضور وأبدأ بمجموعة من الملاحظات. في الواقع لا يتعلق الأمر بالمحاضرة لأنني لست أهلا لذلك وإنما يتعلق بمجموعة من الملاحظات وهدفها تسليط الضوء على جزء من ثقافة الموريتانيين عموما وأهل بوتليميت خصوصا ألا وهو المديح النبوي أو المدح الحسانية. كيف تعرفوا الثقافة؟ وهذا تكلم أمام هذه هي كوكبة من الأساتذة وتحت مراقبتهم جميعا. ثقافة هي عبارة هي كل
عبارة عن كل ما أنتجه الإنسان، كل ما أضافه الإنسان إلى الطبيعة يسمى ثقافة، يعني المنتوج الإنساني بصفة عامة. ليست الثقافة فقط عبارة عن الشعر مع أهمية الشعر والأدب والكتابات والتدوين، وإنما هذه كلها أجزاء، وأجزاء كلها مهمة، كما عرفها ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون، عبارة عن ما أنتجه البشر صفة عامة من علوم وفنون وصنائع وغير ذلك. وخصوصية والثقافة تمثل بالنسبة لكل مجتمع خصوصية، وهذه أهميتها. وكلمة خصوصية أضع تحتها خطين، معنى أنها هي ما يميز مجتمع عن آخر، ولا يمكن أن نصف ثقافة بأنها أحسن من هذه أو دونها، بل نقول إنها مختلفة عنها. كل ثقافة مختلفة عن الأخرى، بمعنى أن كل ثقافة عندها خصوصياتها التي تميزها عن تلك. لما يتعلق الأمر بالمديح النبوي، لا أعتقد أن الإخوة الذين اختاروا لي هذا الموضوع ربما لهم أسبابهم ولهم دواعيهم، ولكنني أعتقد أنهم وهم يعرفون ذلك اختاروا لنا الأفضل، مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد أنهم من حيث يشعرون ولا يشعرون اختاروا لنا الأفضل، لذلك لنفض الغبار عن هذه الميزة، عن هذه الخصوصية التي تميز مجتمعنا، وتميز بها خاصة المجتمع الموريتاني بصفة عامة. تعرفون أن الحدود الجغرافية لبوتليميت لم تكن واضحة المعالي، نتيجة لأننا نحن مجتمع الخيمة مفتوحة من كل الجهات. وعندما نتكلم عن بوتليميت جغرافيا يصعب ذلك الحديث، خاصة أننا مجتمع رحل يتتبع الماشية والكلأ، وحيثما أوصلنا الكلأ نصل. هذا ما يتميز به هذا المجتمع، وبالتالي نحن كباحثين في مجال المدح، وهنا معي الدكتور محمد أمين الإبراهيم سيتحدث، وهو دكتور في العلوم السياسية وإطار بوزارة الخارجية موريتانية، ولكنه مهتم مثلي بالمدح أو المديح كما اختار لي الأخ الشيخ أن أسميه، لأنه في مجتمعات أخرى وتحت يافطات أخرى نفض الغبار عن الكثير من التراث الإنساني، التراث الاجتماعي، وأصبحت تعترف به اليونسكو كما يسمى بالتراث الشفوي و لا مادي، والغير يعني والذي يعتبر دون هذا من حيث الأهمية. فلما لا نهتم بهذا العنصر المهم ألا وهو المديح النبوي. كان الأستاذ أفضل مني لو طلب منه أن يقدم هذه المحاضرة، لكن نتيجة لأن الأمر يتعلق بالبوتليميت وبالمدح في بوتليميت، ربما أكون الأكثر في غياب العور، بعض بلد فيه العمي الشيخ فيه العور، هناك باطول.
إذن تكلم عن المدح جغرافيا، هذه المنطقة كما قلت صعب، كان تعرفون هنالك مجموعات معينة، مجموعات ثقافية هي التي كانت تهتم بالمدح أداء وحتى صناعة، وهذه المجموعات كانت لها علاقات مع الماشية في هذه الأرض، وبالتالي كانوا يتنقلون مع الماشية بحثا عن الكلئ، وبالتالي حيثما وصلوا أخذوا من هذه المجتمعات التي وصلوا إليها أو أوصلوا إليها مما حملوا معهم من خصوصيات هذه الحاضنة. وبالتالي المدح يمتد من إنشيري في 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 الشمال الغربي وجنوبا جيدي، منطقة جيدي بصفة عامة، وفي الشرق منطقة براكنة وتقانت، وأيضا حتى ما وصل إلى 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 تقانت، وصل إلى أدرار. بالتالي هذه هي المنطقة في موريتانيا التي يوجد فيها المديح النبوي. لا، ليس هنالك وجود المديح النبوي في مناطق الأخرى الشرقية إلا إذا كان يعني منتقل من هذه، لا أدري، لا أعرف ما هي الأسباب، لكن هذه جغرافيا هذه هي المنطقة التي عرفت المديح. أعرف أن من كبار المداحة في العصابة مثلا كان يسمى الحرير، والحرير منطلق من هذه، منطلق من هنا ومن بوتيليميت، وقضى فترة طويلة في تقانت وترك هنالك أتباعا في تجلجة، ثم بعد ذلك رحل إلى كيفة وبها توفي، وترك أيضا هنالك بصمات معروفة شاهدة ورحمة الله علينا وعليه. كذلك بيننا في الجنوب المناطق التي يقوى فيها امتداد المديح هي منطقة إنشيري ومنطقة بوتيليميت ومنطقة جيدي، يعني هذا الشكل لست خبيرا في الهندسة. فيما يتعلق ببوتيليميت، ذكر الإخوة بعض أهم رجالات بوتيليميت، بل أهمهم كلهم، ألا وهو الشيخ سيدية كمؤسس لهذه المدينة. طبعا لكل رجل جماعة، ولا شك أن الشيخ سيدية كان حوله رجال ونساء، وأذكر من هؤلاء ممادي جخت الذي لا يمكن أتكلم عن المدح في هذه المنطقة ما لم نذكره. كان يقول لأولاده، خاصة عبد الرحمن، عبد الرحمن تعالى شكر النبي، حتى أن سكر النبي معنا بالنسبة له نشكر، شكر شكر النبي، تعالى سكر النبي. نعم طبعا، وخاصة ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن ممادي، كان هو رئيس مدرسة المدح هنا في بوتيليميت، ترك تلك المنطقة طبعا، علي المحم وغيره، وكان التأويهم كان سكنتهم معاها، وعارف لهم شيء لا يكتموا يمدحوا له. كان بلدها بلد مدح مستمر، احنا كنا نجوه من البوادي ونجوه من كل البلايدة، معروف المدح عند الممادي، حوش عند مريمة ممادي ده البلة، وترك بصمات، وهي كمدرسة يعني لها أتباع. تكلم عن عبد الله ومحمد أولاد السالك اللي كانوا من تلاميذ عبد الرحمن الممادي، عبد محمد يرحمه، عبد الله مازال حي طال الله في عمره. أذكر من بينهم محمد والمحمد، محمد والأحمد والبلال، محمد الأحمد البلال المعروف كان من كبار المداحة في هذه المنطقة،
وهامة أخرى سامقة يسمى سيدات والذوبان. كان أعمى كان يسكن في قضاي اللي قال الله قضاي، وخبير في المدح وعنده ذاكرة. غريب في الأمر أن هؤلاء الناس يحفظون الكثير والكثير والكثير جدا من مدح ولكرس الطوال وقفان وإلى آخره، وما يكتبوا لا يقرأوا غير لا فما تياها بركة والتكرار، وتعرفون ذاك يقوي الذاكرة. فيه مدرسة في الشمال الشرقي، أنا مثل الخليل لا أريد أن أسمي المجموعات ولا حتى الأمور. في الشمال الشرقي في مدرسة للمدح في المنطقة اللي كان فيها الشيخ سيدي محمد تاغنيتي، ومجموعة ذيك المنطقة من أكثر الناس اللي محافظين على المدح اليوم تياها في بوتيليميت، وهذا يجب ذكره. هنا أقول بأن المديح النبوي له هو الآخر جوانب تصوفية لا محالة. ربما هنالك أناس تمكنوا من الدراسة في المحاضر وفي المعاهد وفي الكتاتيب التي كانت موجودة، وهنالك من لم يسعفوا الحظ لأسباب معروفة، لكنه أصر على أن يوحد الله وعلى أن يشكر النبي وأن يتضرع إليه، لأن المدح ليس فقط مدح بالمعنى، هو فيه أيضا توسل ودعاء وفيه سيرة، وفيه حتى يتعلمون منه أحكام. فيه قفان في المدح فيها الأحكام، فيه أحكام البعد والقبل، وفيه أحكام في الطهارة وفيه الأخير، وفيه السيرة النبوية عرفوا من خلالها العشرة المشهود لهم بالجنة ناظمهم قاف، القوم اللي فات الرحمن ربي بشرهم بالرضوان، أبو بكر عمر عثمان سعد وسعيد وطالحة والزبير وعبد الرحمن علي وعبيدة. لأن لكل كان فيه الكثير من العلم المعرفة، وفيه أيضا نوع من التصوف، لأنه يذكر مداح في هذه المنطقة كان عندما يحتدم المدح ويهيج وقالوا أنه ينطرحش من الجمر وأنه يقوم يتوطى فيه ما يحس به، أنه نوع من التصوف الصوفي. هذا شيء معروف شاهدت الناس هنا تياها في هذه المنطقة. إذن هذا الجانب الصوفي. فيه ملاحظة نعم، فيه ملاحظة وددت الإشارة إليها في بحثنا، وأذكر بأنني والأخ الدكتور محمد لين الإبراهيم عندنا مشروع لجمع المدح، وخاصة وضعه ونفض الغبار عنه ولفت الانتباه إليه وإلى ما فيه. ملاحظة فقط وأثيرها للباحثين لكي يبحثوا فيها، وهي أن المدح أكثر بكثير 90% أقول ربما أقل بقليل 80% من القفان والمدح اللي نعرفه تمدح علي أكثر من القفان التي تمدح رسول صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ كان لابد هنالك تشيع في هذه الأرض أو أشياء من هذا القبيل. أثيروا فقط هذه الإشكالية وأترككم تبحثون فيها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. سعيد بوجودي اليوم معكم هذا أمام الكوكب النجرة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في البلد. التقاسم معكم لا أقول محاضرة ولا أقول ورقة، مجموعة من التساؤلات ومجموعة من الاهتمامات متعلقة بفن المدح الشعبي في موريتان. لكن بداية نختار
أشير إلى مسألة مهمة وربما تحدث عنها الأخ إبراهيم، أريد توضيحها فيما يتعلق بكوني متخصص في العلوم السياسية أهتم بهذا التراث الثقافي غير مادي بالنسبة لموريتان. هذا يأتي من باب نوع من الاهتمام اضطريت له في مرحلة معينة كنت في المغرب، وكنت تحديدا في مدينة مراكش، وأثناء تفقدي المعالم الأثرية في اكتشاف المعالم الأثرية في المنطقة، وقفت على ساحة الفناء وهي ساحة معروفة في تاريخ المنطقة. بعد ذلك طلعت على أن هذه الساحة على أنها معترفة بها منظمة اليونسكو كتراث عالمي غير مادي بالنسبة لساحة الفناء تحديدا مراكش. ومن هنا بدأت الفكرة في تثمين وتدوين فن المدح الشعبي الموجود في موريتانيا، ولماذا تقديمه للعالم من أجل الاعتراف به كتراث عالمي شفوي غير مادي معني بصيانته جميع الأمم. وإذن من هنا انطلقت الفكرة. فيما يتعلق بالتعقيب على الورقة اللي قدم الأستاذ إبراهيم، تأتي في إطار، وهذه العبارة للأستاذ التقي حتى لا يقول أن نأخذ أفكاره، هي محاولة نقل المديح الشعبي من المستوى الشعبي إلى المستوى الأكاديمي والمستوى العالمي كما قال الأستاذ التقي. من حيث الخصائص الفنية للفن المديح، وأقول أن بالنسبة للفن المديح انتشر في المنطقة عن طريق الطرق الصوفية اللي كانت منتشرة في المجال الفضائي بالنسبة للمنطقة. عرف المجتمع الموريتاني المديح النبوي عن طريق الطرق الصوفية المنتشرة في المغرب العربي، واللي انتقل له جنس المديح عن طريق شعراء الأندلس. وقد تناول الشعراء الشناقطة السيرة النبوية بقصائد فصحى ولهجية، كما امتازت بعض المحاضر في المجتمع الموريتاني بالتركيز على تدريس السيرة النبوية إلى درجة التخصص. غير أن البيئة الموريتانية قد عرفت صنفا آخر وهو المديح المعروف المدح الشعبي. هذا المدح هو مزيج من الثقافة الزنجية والثقافة العربية الإسلامية. بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية تتجلى في الطابع الديني من خلال محتوى الأغاني المخصص لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بالنسبة وحتى ظرف الزمان اللي بالنسبة لي الجمعة وشهر رمضان وطيلة فترة المولد النبوي الشريف. وبالنسبة للثقافة الزنجية فإنها تأخذ مظاهر متعددة في الإيقاعات في الحركات الجسدية المصاحبة لأداء المديح، ويؤدى من خلال لغة دارجة شعبية هي الحسانية اللي يشكل بالنسبة لفن المديح نوع من التخصص الطبقي داخل المجتمع، لأن المجتمع الموريتاني في مراحل معينة من تاريخه عرف وجود توزيع طبقي، شكل المدح في حد ذاته نوع من التميز الطبقي داخل هذا. بل بالعكس، لأن نتيجة لأن الفن المديح اللي انتقل للمؤدين عن طريق الفئة العالمة اللي هي كانت الزوايا في مراحل معينة، ونتيجة النفور اللي كان بين الممتهني الموسيقى بين الفئتين، شكل بالنسبة للمديح بالنسبة للطبقات المؤدية نوع من التثقيف في مجال السيرة وفي مجال الأحكام وفي مجال العبادات. لا يمكن تحديد الفترة الزمنية التي اللحظة الزمنية التي انطلق منها فن المديح في هذا في هذه الربع، لكن يمكن الاستئناس بعض العبارات الموجودة داخل المدح للتحديد، يعني والله مقاربة الفترة الزمنية. مثلا لازمة اسكي، هذه اللازمة
اتضح على أنها كانت عبارة عن لقب للملوك الأساكية اللي كانوا موجودين في شمال مالي وبعض مناطق الشرق الموريتانية. كانت كلمة أسكي لقب بالنسبة لهذه الملوك، حتى على أن مثلا منطقة تشيت وولاته إلى حد الساعة يؤدى فيها بالوقت شعوب عمرة المنطقة، هي شعوب أزير ما زالت إلى حد الساعة، هناك بعض الأمداح تؤدى بهذه لقات تلك الشعوب. نذكر مثلا منطقة ولاته فيه مدحة إلى حد الساعة تؤدى المولد النبوي من يوم الخلاقة إلى يوم الاسم بعد صلاة العصر يقولوا لها دقداقة، هذه تؤدى بلغة أزير. لغة أزير ما هي؟ هي لغة هجينة بين صنهاجة والسوانك. الحيز الجغرافي بالنسبة لفن المديح، أنا من خلال البحوث اللي أجريت طلعت على عن جميع الفضاء حيث ما توجد اللهجة الحسانية يوجد المدح فقط. الاختلافات في الخصائص اللغوية لكل منطقة هي اللي يتأثر بها المدح، حتى على عن بعض في المناطق اللي بعيدة من الفضاء البيضاني اللي بالنسبة لي يمتد من المحيط إلى تومبكتو وإلى واد نون وتيندوف، يعني هذا هو المجال البيضاني. خارج هذا المجال نجد أن حتى العنصر البيضاني لما ينتقل لفضاءات أخرى نتيجة التأثر باللغة ونتيجة التأثر يتأثر كذلك فن المديح مع المحافظة على الخصائص العامة لهذا الفن بالشكل اللي موجودة به في المناطق الأصلية. الآلات الموسيقية بسيطة، ما هي آلات متخصصة. نتكلم عن الآلات الوترية كيف القنبرة والله أرباب. الآلات النفخية فيه الزوزاية والنفارة، فيه الآلات الإيقائية الطبل أساسا. الظرف الزماني الأداء عادة ليلة الجمعة وفترة شهر رمضان وفترة المولد النبوي، هذا أساسا هم اللي يغلب عليهم الفترات اللي تعود يؤدى فيهم المدى. الخلاصه بالنسبه لنا على ان اهتمامنا بهذا الفن ياتي من جانب ضروره نفض القبار عنه وضروره تدوينه وتجميعه ووضعه امام الباحثين من اجل مقاربته مقاربه اكاديميه لاخراجه وتقديمه للعالم، وهذا هو الهدف الاسماء اللي نسعى له، تقديمه للعالم من اجل ان يعتبره تراث شفوي مشترك بالنسبه للبشريه كامله. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. أشكر هيئة بوتيليميت على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذا النشاط الثقافي المتميز، وبين يدي هذه الدردشة التي ليست محاضرة بالمعنى الأكاديمي وإنما هي حديث عائلي أخوي هدفه إثارة بعض النقاط. سأنشد أبيات ضمنت فيها بيتين للعلام المختار الحامد. تألق فاجتاز السماكين صيته ومدله من كل أغلب ليته، فأصبحت أزهو بانتمائي مفاخرا إليه بذوب من جلال كسيته، وأنشد فيه ما وشاه ابن حامد يا لم أكن من طول عهد نسيته، شفاء غرام القلب بوتي لميته وأول محبوب هون قد هويته، وإن لم يكن إلا معرس عنده منيت فإني نافع لي منيته. في الحقيقة إذا كانت هنالك حواضر علمية اشتهرت بالفقه وبالنوازل وبالفتاوي فإن بوتيليميت هي حاضرة الأدب والثقافة، وينبغي لا نهمل أن جائزة شنقيط العصرية قد حصل عليها 6 من أبناء هذه المدينة، وهذا شيء لم يحصل لمدينة أخرى، وأعتقد أن بعض أبنائها قد حصد الجائزة مرتين.
أيضا من هذه البلاد انطلقت صرختان مهمتان في التغيير السياسي والمعرفي. أولاهما صرخة سيدنا الشيخ سيدي في مؤتمر تندوج سنة 1956 التي طالب فيها بمحاربة الفوضى الداخلية وبمجابهة العدو الخارجي، والتي هي طويلة القصيدة التي أنشدها ولا أريد أن أطيل عليكم بها، ولكنني سأقتطع منها نماذج ومطلعها. رويدك إنني شبهت دارا على أمثالها، تقف المهارات أما الصاحي هاتيك الروابي وذاك التل، أحسبه أنارا وتان الرملتان هما ذواتا عليان وذا خط الشقارة. إلى أن يقول حماة الدين إن الدين صار أسيرا للصوص وللنصارى، إلى أن يقول في وصف، وهذه مشاهد مؤثرة هو يستنهض فيها الهمم ويستثير فيها الحفظة، يقول ولم أعرف وسوف ترون عما قريب ضوء صبحكم مستنارا مهن حور المدامع عاطفات تخوض بها القراقير البحارات تكلفها بنات الروم قصرا بخدمتها رواحا وابتكارا، وكانت كلما مشت الهوينا لكسر البيت تنبهر بهارا. لأن يقول ولا يجو مقيم من أذاهم ولا ابن تنائف اتخذ السفارة ولا شيب عكوف في المصلى ولا عون النساء ولا العذارة. فهي قصيدة استنهاضية يستثير بها الهمم ويعد بها الناس لمجابهة هذا الوضع الشديد. لا تقل هذه الصرخة أهمية عن صرخته التجديدية الإبداعية التي دعا إليها في مجال الشعر، لأنه لاحظ أن هذا الشعر مكرر وأن الأغراض مطوقة وأنه آن الأوان لهذه المدونة الشعرية أن تتحرر وأن تنطلق إلى آفاق أبعد. يا معشر البلغاء هل من لوذعي يهدي حجاه لمطلع لم يبدعي، إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع، لكم اليد الطولى علي إن أنتم ألفيتموه ببقعة أو موضعي فاستعملوا النار السديد، ومن يجد لي ما أحاول منكم فليصدعي، وحذاري من خلع العذار على الديار ووقفة الزوار بين الأربع وإفاضة العبرات في عرصاتها وتردد الزفرات بين الأضلع والقينة الشنباء، تجاذب مزهرا والقهوة الصهباء بكأس مترعي، وتداعي الأبطال في رهج القتال إلى النزال بكل لذن مشرعي، وتذاكر السمار بالأقبار من أعصار دولة قيصر أو تبعي، فجميع هذا قد تداوله الورى حتى غدا ما فيه موضع أصبع. هذه الصرخة مهمة لأننا نحن نتحدث عن النهضة ونتحدث عن إحياء القصيدة الأصيلة وإحياء ديباج القصيدة الأصيلة، وسيدنا الشيخ سيدية وهو في هذه الأرض الصحراء فطن إلى ما فطن له المثقفون العرب الذين فطن له بعد احتكاكهم بالثقافة الغربية، أما هو فإنما دفعه إليه حسه الفطري بضروة تجدد الأشياء وتبدلها وفتح الآفاق الجديدة فيها. طبعا يمتاز أدب المنطقة بخصائص، منها الارتباط بالأرض. لعمرك ما ترتاب ميمونة السعداء بأننا تركنا السعي في أمرها عمدا، سوى أننا كنا عبيد مشيئة ولا عار في أن يعجز السيد العبد، وهي قصيدة تعرفونها جميعا. ويمكن أيضا أن نشد مع ابن السالم تضاحك الركب لما أن رأوا طربي لما أضاء روابي سهلة الجلم، واعتن لينا قوال مغاسة واعترضت لمحيدتان ومن تاتيلة العلم، يومي إلى بعضهم بالطرف بعضهم وأن قد صبا ويحكم للقاحل الهرم، لم أصب ويحكم لكذا وطن لم ينسنيه تراخي العهد والقدم. كذلك كان هنالك رقيب نقدي صارم، وأنتم تعلمون أن الحضرة الصوفية المعرفية التي كانت هنا كان يفد إليها الشعراء فتقضى حوائجهم، ولا شك أن الشاعر بطبيعته يحب التفوق والتميز، وأنه لا يمكن أن يقدم على مثل هذه الحاضرة دون أن يحكك شعره. ويقولون أن باهحه العبد الودود أمر بعض طلابه بقول قصيدة للشيخ بابو للشيخ سيدية، فلما جلسوا في الحضرة قال أحد الحضور حد باد الله يقول الشعر هون يعرف عن مبروك له، قال له با حتى ياكل اللي بارك له مبروك له. معناها أن يحضره العبد الودود يعد العدة للدفاع عن تلميذه، وأنه يعلم أن هنالك مأزقا حرجا
يجب عليه أن يخرج منه تلميذه في حالة ما إذا أخذ عليه بعض الحضور لحنا. من ورافة أهل المنطقة أن القاضي إسماعيل الباب والشيخ سيدية وفدت عليه عمران من تلبان في خلاف بينها مع الشاعر محمد لبنو، فقال لها: هل أصبح لمحمد لبنو قلبان؟ قالت: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قالها: فانصرفي والحقي بأهلك، فإن محمد لبنو هو من يقول: ورق الحمائم مضغنت بأغصاني، بان تعلقت وجدا بابنة الباني، البان هدم صبري ميسه وبنى الشجوي، فلله هذا الهادم الباني، قلبي لعمران لا يصبو لغانية إلا إذا كان لي في الحال قلبان. أيضا من هذا الحس الأدبي ما عبر عنه الشاعر محمد دنان والمعلى في خطابه للشيخ بابو للشيخ سيدية، عفوا للشيخ عبد الله، يقول: وقد قال لي شيخ المكارم: بابها ستقضى لك الحاجات ما دمت تقدم، فأجود شعر عندنا ما تحوكه، وما حاكه قدما أبوك المقدم، وما حاكه الشيخ المجيد بن حنبل فقط، قد نقدت الشعر والله أعلم، وما كنت مغلوبا فأكذب عامدا على الله، إن الله أعلى وأعلم. أيضا هنالك فطنة من شعراء هذه المنطقة إلى النماذج الأدبية القديمة، وأنتم تعلمون أنه يقال إن مقصورة الشيخ محمد والحنبل قد جرت ليلى النسيان على مقصورة أبي صفوان الأسدي التي مطلعها أنا الدار ليلى، فشط المزار وعيناك ما تطعمان الكرى، ومر بفرقتها بارح فصدق ذاك غراب النوى، فأضحت ببغدان في شاهق له شرفات دوين السماء، وجيش ورابطة حوله غلاظ الرقاب كأسد الشرى، بأيديهم مرهفات السراج مرهفات الصقال سريجية يختلين طلا. مقصورة الشيخ محمد والحنبل، ويجب أن نشير إلى أن هذه المقصورة احتوت على ما يسمى بالتشبيه المدور، ولا أعلم أن أحدا من الشعراء شبه ممدوحه بالعدد من النظائر التي شبه بها الشاعر ممدوحه، وهو يمدح الشيخ سيدية ومطلعها شاقتك بعد تولي الصبا حمول بكرن بأدم الضبا، إلى أن يقول: فما مدلج من هوام السماك عريض الكلاك لجون الرحى مسف على الأرض إهداله، وهديه به إذا ما هدى أطاع الجنوب، فلما امترت غزار الخلوف أطاع الصبا وخيم سبعا يشق الجيوب، فضاق عن الماء رحب الفضا فهزت له الأرض أعطافها، وإشرق خاشعها وزدها كأن الصوارم مصقولة وجوه جداولها، والنها كأن الزرابية مبثوثة وجوه أباطحها، والربا بأجود منه ولا زاخر يغط غطيطا إذا ما طمع، وهي طويلة ويمكن أن أجتاز إلى مقطعها الأخير الذي فيه أيضا حسن التخلص: ولا صدع بات في رعنة على مشمخر يسامي السها، رآه من الطير وحف الجناح طراق الخوافي حثيث النجا، فحلق يرتاد قرناسه فجد صعودا، فلما ونا نحى جوزه مستغيثا به، وما إن هناك له ملتجا، فزلت مخالبه داحضا عن اجرد كالوكف لا يرتقى، فخر على سفحه مقعصا قد انقد حيزومه، وانفأ بأمنع ممن قداويتم، وآمن ممن إليك انضم، فذاك ولا زلتم معقلا من اللزبات لكل الورى، وبورك فيما قد أوتيتم، ونال المنى من إليك انتهى. لهذه المدينة عدة ريادات، منها هذه الريادة التي ذكرناها سابقا في ضرورة استتباب الأمن واستتباب الوضع في البلاد، ومنها الريادة الأدبية، فأنتم تعلمون أنه إذا كان والرازقة واليدالي من جيل الرواد، فإن محمد العبد الرحمن أيضا هو من جيل التأسيس وهو من المقاطعة. وهنالك أيضا ريادة الشعر الحديث مع العميد الشاعر أحمد دول عبد القادر، هنالك أيضا ريادة الكتابة الروائية مع العميد أحمد دول عبد القادر، هنالك أيضا ريادة الشعر الإحيائي مع الشاعر الكبير محمد الحافظ والأحمد، وهنالك كثير من الريادات.